يعني 4 و6 حتى الكيس عبارة عن نص كيلو. 4 و6 و4 يعني هم 40 جرام. فيهم انت لخبطتيني دلوقتي، فيهم يعني 34 يا 36 نص كيلو والباقي ماشي ماتش، يعني هتحطوا دي قصاد دي دي قصاد. اذا فكره حفظ الكيسز حتى غير مطلوبه واستقرارات فهمها. فانا الورق عامله لكم فيه ام اس كيو وده اللي اهم، وفي كيسين تقروه ده عشان يبقى في الصوره. فكره المذكره دي كالاتي عشان تبقوا متصورين، هي طبعا هتجيب فور بدل ما تصور هو فين عبير الوليد ده هتصور ولا لما عبير تيجي يعني وليد هيصور، بس كتير الورق عليه ان هو يصوره مش عارف. اما تيجي عبير طيب. فالفكره كالاتي يا شباب، ان هي بتجيب عدد كبير من الكتاب طبعا، ما بنقولش كله، فيجب تبقوا عارفينه كويس. طب دلوقتي عشان ما تضيعوش وقت انا عامل حاجه لطيفه وورد وايد يعني، بس طبعا انتوا عارفين انا ما اتعاملتش مع سنه ثانيه السنه دي لان الاعداد يعني فيها انخفاض شويه. طبعا قلت للدكتور عارف اشتغلي هوبر، يمكن الترم الجاي ابقى ادي جروب اذا كان العدد معقول وانجو. المهم الفكره كانت عشان تفهموا فكره المذكره، انه لازم واحد يبقى في دماغه الموضوع. انا خدت الاسئله واقول لكم ازاي بتتعمل، بحط على ترابيزه السفره ورق ابيض وبعدين اكتب على الورق دي بيتيوتري دي ثايرويد دي باراثايرويد، وبعدين انزل كل ستيتمنتس في مكان عندي ورقه. دي مرحله اولى. مرحله ثانيه ان الورقه دي ستيتمنتس مش مرتبه، لازم نرتبها بقى ايه الفانكشن الجروث هرمون كنترول. فتاني مرحله امس كل ورقه ارتب المعلومات عليها. تالت مرحله بياض. فده حصيل التلات مراحل، بحيث لما تقراها انت هتحس انك بتقرا مذكره مذكرات مختصره جدا، هي عباره معموله من الستيتمنت بتاع الام اس كيو والحاجات المهمه اللي ما حطتهاش الزميله الفاضله. مش لحاجه لانها ما بتكتبش ملخص، هي بتكتب اسئله، انما انا عارف ان في اسئله هي ما حطتش عليها حاجه فانا زودتها من عندي. فهمتوا المذكره؟ فالمذكره دي في 80% الستيتمنتس اللي عليها ومزاد عليها 20%. فالتعامل معاها ازاي يا شباب؟ انك انت تقراها كويس قوي وهي صغيره جدا، تحفظها صم وبعدين تحل الاسئله مش العكس. يعني دي اهم من حل الاسئله، ان هي عباره عن اسئله بس هتبقى فاهمها معموله ازاي. طيب مثلا نتوقع ممتلئ الاول في مقدمه فخدت الاسئله بتاعتها صفحه. في طبعا سؤال تافه ستيتمنتس ان الهرمون سكريتد بالاندوكراين نوت اكسكرينال جلاند. ما طب بس حطيت ستيت الهرمونز اكت از كيميكال مسج، الهرمون بيشتغل كرسول كيميائي في جميع الاحوال، هو الفيرست ولا هو السكند؟ ايه رايك؟ لا هو الفيرست. تملي الهرمون في اي قصه هو الفيرست، وعين في حد يشتغل له جوه ده السكند. وعشان كده الاكشن بتاع الهرمون بيستمر بعد اختفائه. ليه؟ لان هو الفيرست بس مش هو اللي بيشتغل، بيشتغل ال طب ممكن هو يختفي الشغل عشان ده ستيتمنت عليه. نيجي الكيميكال نيتشر جايب عليها سير، فانا مجمعها لك ان الغدد اللي بحرف البي تطلع تركيب هرمون بتاعها بروتين يا بوليبيبتايد. مين الثلاث غدد المشهوره بحرف البي؟ مين اللي هو؟ البيوتري والبنكرياس والبنكرياس. فمذكره ما بتزهقش. فكرة لو انا اخدت كتاب وقعدنا نحل لما لقيت الناس تعمل بعد 10 اسئله هتزهق تبقى عاوز تمشي. انت حاسس انك بتقرا في الموضوع. بعدها هي اساسا اسئله ام اس كيو. فالبيتيوتري والباراثايرويد والبنكرياس كلهم بحرف الايه؟ بي. تركيب الهرمون بتاعتهم بالبي بروتين او بيبتايد. طب مين تركيبهم ستيرويدز؟ اللي هم اي غده تطلع سكس هرمونز. طبعا الغده الاساسيه اللي بتطلع سكس هرمون اللي هي الجونادز تيست كيلز واوفرز. بس في غده ثاني بتطلع سكس هرمونز من احد الخلايا بتاعتها من احد اللير اللي هي الادرينال. فكل هرموناتها ستيرويدز، يعني اللي يطلع سكس هرمون السكس هرمون وبقيه هرموناته كلها تبقى ستيرويدز. طيب في هرمونات معموله من ورا امينو اسيد
ونفس الامينو اسيد اللي هو التيروزين تي 3 تي 4 والكاتيكولامينز الادرينالين والادرينالين بتوع عليها من الامر. يبقى ده الكيميكال نيتشر. دي عليها سؤال ودي عليها سؤال دي سؤال. هتلاقي ساعات اكتب لك نوت نوت يعني جات السؤال كده بس دي الاجابه غلط. يعني هديكم مثال مثلا انه الهرمونز سكريتد باي اندوكراينال بين قوسين نوت اكسوكراينال جلاند. يبقى لو قال لي هرمون سكريتد باي اكسوكراينال لا هي سكريتد باي اندوكراينال جلاند. طيب نيجي بقى الهرمون ريسبتورز في عندهم هاي افينيتي للليجند اللي هو الحاجه اللي بتمسك فيها طبعا لازم عندهم هاي افينيتي. طب ايه العلاقه بين عدد الريسبتور وكميه الهرمون؟ عكسيه ولا فرضيه؟ عكسيه. ودي من رائع الخلق اللي هو تسميها لما الهرمون يزيد يحصل داون ريجوليشن نقلل الريسبتور. الهرمون يقل نزود الريسبتور. دي من عظمه الخالق والخلق. طيب اللوكيشن ده سؤال فيه ثلاث اسئله. لو انت بروتين او بيبتايد ما بتدوبش في الليفل والسيل ممبر عباره عن يبقى مش هتدخل جوه يبقى غصب عنك الريسبتور بتاعك على لا على الاوتر اوتر سيرفس مش حتى السيرفس سيرفس جوه ما تصيرش فيه بره جوه لسه بقى على الاوتر بورد. لو جالك اينر على السيل ممبر غلط لازم تبقى على الاوتر. لكن لو انت ستيرويد وانت ليفل اهو يبقى تدخل تمسك في السايتو لازم تسيبه ما عدا هرمون واحد بس ملوش غير اكزامبل واحد اللي هو الثيروكسين بيمسك في النيوكليار ريسبتورز. فانت لما تقرا تحس انك بتراجع وانت اكشن بتقرا الام اس كيو فلقيتها الطف حاجه في العالم في مراجعه الام اس كيو بس يعاوز واحد يبقى في دماغه الموضوع مش يعني مش هيعرف يكون عنده فكره كويسه. لا مش حضرتك انا بيكتب فاهم يعني لازم في دماغه الستيتمنتس بحيث نعرف نرتبها. انت هتقريها انت مش حاسه دي مذكره ام اس كيو انت حاسه ان في مذكره عليها ملخص النوعين مع ان هو عباره عن ستيتمنتس اوف ام اس كيو. نيجي يبقى هنقسم الهرمونز حسب الميكانيزم اوف اكشن اللي هيدخل جوه الخليه هيوصل النيوكليس هيعمل تنسيس. اللي مش هيدخل على واقف على السيل ميمبرين اللي جوه يعمل له اكتيفيشن اللي هي الجمله المشهوره اللي حفظتها الاجيال الهرمونات تعمل من خلال البروتينات. البروتين هو عضو نشط في الجسم سواء كان انزايم او تشانل. الهرمونات تعمل من خلال اللي هيدخل يعمل فانسس اللي مش هيدخل البروتين يعمل له اكتيفيشن. يبقى مين اسرع مين هياخد وقت اكتر؟ البروتين هي هياخد وقت طبعا التخليق هياخد وقت كده حاجه موجوده وهتشطها واحد نايم وصحي غير اعمل واحد من الاول. صح السنسز هياخد وقت طبعا. وحتى انا بعمل كده بطريقه جميله قوي كلها بحرف الاس. الهرمونات اللي تركبها ستيرويدز ادي اول اس بتعدي سوليبل ادي ثاني اس فتعدي تشتغل عن طريق السنس دي ثالث اس يبقى الاكشن سلو دي رابع اس ملعوبه وعاملهم لك بطريقه ثقيله بحيث انت لو حضرت لي مره هتفهم المذكره مكتوبه ازاي. ان خد بالك دول كلهم اساب مع بعض. مين هنا بقى السكند ميسنجر؟ تخليق البروتين ما بيدوناش الدي ان ايه اللي هو بيور ريدنج الخريطه بتاعه التركيبه بيدوني طبعا اسمها مسنجر ار ان اي. فلما بيوصل هرمون للنيوكلياس ما بيدونوش بيوروا له الدي ان اي ويدوا له طبعا منها يسموها مسنجر ار ان اي بعمليه ترانسكريبشن. اما لو الهرمون تركيبه بروتين او بيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز لانهم ما بيدوش في الليفر يعني تمام يقول الاسترويدز ومعاهم الثيروكس بيدوبوا في الليفر كل حاجه ومعاهم الاسترويدز معاهم التي 3 وتي 4 البروتين بيبتايدز معاهم الكاتيكولامينز يبقى دول هيشتغلوا عن طريق ان سوليبل يبقى يعملوا ايه؟ اكتيفيشن يبقى الاكشن هيبقى براب. معظمهم بيشتغلوا عن طريق حاجه اسمها جي بروتين عارفين يعني هم ياثروا على البروتين عن طريق جي بروتين. طيب وبعدين السكند ميسنجر بتاعهم اهم تو سكند ميسنجر اللي هم السايكليك ام بي والفوسفوليبين. معظمهم بيشتغلوا بالسايكليك ام بي خلاص؟ انت اشتغل الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد دي فيها كالسيوم لان فيهم واحد بيزود الكالسيوم في ستوترس. لو الموضوع عاوز كالسيوم امتى الهرمون يحتاج كالسيوم عشان يشتغل لو بيعمل حاجه اتنين كونتراكشن او اكزو سيتوس بس ده القصه فاهم. هتلاقي دي صح هي خلصت. انا عايز افهم حته الجي بروتين يعني ازاي الهرمون يعني الجي بروتين موجود دلوقتي هو مسك في الريسبتور وده البروتين المرابطه تشيل اللي هو على السيل ميمبرين. اه ده البروتين المرابطه تشيل الوصله ما بينهم اسمها جي بروتين. يعني لما هيمسك الهرمون في الريسبتور هينشط هذا البروتين من خلال
كومبلكس جي بروتين عشان الهرمون ينشط البروتين اللي هو عاوزه. ايه اللي بيعمله له جي بروتين؟ مطلوب من جي بروتين حاجتين، انه اولا هو ليس مو جي بروتين عشان ماسك في الجوانزين، يحول الجوانزين داي الى جوانزين تراي، دي اول حاجه. وبعدين الالفا، ما هو الجي بروتين ده 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 تبقى ديتاتش في جي بروتين وتمسك في البروتين المرطب شيء. يبقى جي بروتين عشان ينشط البروتين، لما الهرمون يمسك بريسبتور زي نشط البروتين، جي بروتين مطلوب منه حاجتين، يحول الداي الى تراي. حتى قلت تفتكروه طلقه بالثلاثه، يعني طلقه بقى ايه؟ يبقى لازم يبقى كام عشان الشغل يحصل؟ اتنين ما ينفعش، لازم عشان لا مرض ده يبقى ثلاثة، والالفا تبقى ديتاتش في جي بروتين وتمسك في البروتين المرطب شيء. يعني الالفا هي اللي بتنشط البروتين التاني. بس في شرطين عشان يتنشط، لازم حاجتين، الالفا ولازم الجي بروتين يحول الجي الجوانزين داي الى جوانزين تراي. يبقى كام شرط؟ نيجي الهايبوثالامس. سؤال ان طب الهايبوثالامس دي في شبكه الاندوكراين جلاندز، يبقى بتطلع الحاجات بتاعتها في دم. اسمه ايه الدم ده؟ هايبوثالامو هايبوفيزيال فور سيركوليشن، صح؟ بتطلع فيهم ريليس انهيبيتنج هرمونز. طيب قلنا بقى ده الهرمونات بتاعتها يروحوا لمين؟ للانتيريور بيتيوتري اللي هو اسمها ادينو هايبوثيس، انها غده. ده سؤال. طب بتكنترول، بتطلع بقى كام حاجه تبقى حافظينها؟ بتطلع للثايرويد ثايروتوبين ريليس، بتطلع للريا كورتكس، الريا كورتكس خدوا الاول ثلاث غدد، كورتيكوتوبين ريليس، كورتيكوتوبين ريليس، جوناد جوناتوبين ريليس، يعني تي وسي وجي. تي للثايرويد، جي للجوناد، سي للكورتكس ريليس. في تو هرمونز بقى ما هماش في الاندوكراين جلاندز بتتحكم فيهم، بروترون برولاكتين، دول لهم موضوع خاص. فالبرولاكتين ده الوحيد اللي عنده انهيبيتي اساس، وقلنا مفهومه ليه؟ لان الرضاعه مش اساس، محدش في اللي قاعدين فينا دلوقتي بيرضع، فمش طب مش مفروض البرولاكتين في الاوضاع تبعي يطلع، فربنا عمل له، ولما حضرتك تقص تطلعه تبقى نشيل ايه؟ يبقى ميك سنس، هو اساسا ما بيطلعش، لو طلع له ريسي يبقى تطلع له انهيبيتي. انما الجروث هرمون برضه بفكر النمو ساعات سريع ساعات ما فيش، يبقى عاوز الاثنين جروث هرمون انهيبيتنج ريليس. يعني اللي عاوز اقوله لكم لو فكرتوا هتجيبوا المعلومات. انما الثلاث دول التانيين الثيرول والكورتكس والجونات شغالين على طول، يبقى عاوزين ريسي ريسي ريسي. الجروث يا نمو تقف، ده نمو تقف حسب مرحله، يبقى فيه ريسي وفي البرولاكت مش موجود في القلب. ولو واحده ما اتجوزتش عمرها مره، يعني قضت عمرها والراجل عمره ما هيرد، يبقى الاساس هو عدم الطلوق، يبقى البرولاكت عنده انهيبيتنج. معايا؟ طيب دلوقتي قال لك بقى لو انت قطعت الوصله ما بين البيتيوتري والهايبوثالامس، مين الهرمون الوحيد اللي هيزيد؟ سؤال جميل جدا. برولاكت. ده الوحيد اللي عنده انهيبيشن. جروس واحد يقول لي طب ما عنده ريسنج انهيبيشن، بس ريسنج اهم. فانت لما قطع هو الخساره اكتر في الريسنج، يبقى الوحيد اللي هيزيد هو برولاكت. ده سؤال جميل خالص تبقوا عارفين. نمسك بعد كده الجروس هرمون دخلت على البيتيوتري. الجروس هرمون من البيتيوتري بحرف البي، يبقى تركيبه اختار حاجه اثنين، يا بروتين يا بيبتايد. هو ايه؟ بروتين. ده هو بيبتايد. بولي بيبتايد. بروتين يا بولي. المهم هو بولي بيبتايد مش بروتين. مش هتفرق، بس هو بولي بيبتايد. طالع من الاسيدوفيليك سيلز. طب مفروض ان هو بروتين وبيبتايد كان يشتغل بالاكتيفيشن. مش هيقدر يدخل جوه الخليه. هنا بقى انا زعلت من الزميل انه قسم الهرمونات في الكتاب لحاجات بتشتغل بالسنسز وحاجات بال اكتيفيشن، مع ان في هرمونات بتشتغل الاثنين، يعني هما ثلاث طرق للشغل، يا سينسز يا اكتيفيشن يا الاثنين. اهو جروث هرمون والانسولين بيشتغلوا اكتيفيشن، هما بيعملوا انابوليزم يعني بيخلوا الخليه تنمو. طب يبقى لازم يدخلوا جوه عشان يعملوا سينس. حاجه اسمها جاك ستاب ميكانيزم. جاك يعني شغلوا كاينيز ينشط بروتين، ما هو كاينيز بيعمل فوسفوريشن بروتين. كاينيز يعني ايه كاينيز؟ اللي هو يحرك ايه؟ فوسفيت جروب تنشط البروتين المرطب شيتو، يبقى ده الجاك. وستات، طب هو الجي جروث هرمون ما دخلش جوه، احنا قلنا عشان يعمل تنس لازم يوصل للنيوكليس، فبيبعت حد من النيوكليس اللي هو اختصار بقى اللي هي ايه؟ ستات اللي هو اكتيفيشن اوف ترانسكريبشن، في سمول بروتين بيحصل له ترانسدكشن يوصل لحد النيوكليس ويعمل اكتيفيشن اوف ترانسكريبشن. ده اختصار الكلمه. المهم اللي اشتغل الاثنين اسمه جاك ايه؟ ستات. ده جروث هرمون واخوه البرولاكت اللي طالع زي الاسيدوفيليك سيلز. طب نيجي الاكشن، خد بالك بقى الام اس كيو بيجي في الحاجات الاساسيه.
عاوزك تعرف ان الجروث هرمون لماذا خلق الله الجروث هرمون لسببين زي ما قلنا. سبب واضح اسمه بيعمل راس وعشان يعمل راس يعمل بروتين انابوليزم وفي ذلك يشابه الانسو دول اسمهم انسو اللايف مش الانسو اللي يشابه الاساس هو الانسو الجروث هرمون بيعمل جروث مع ان اسمه جروث هرمون كامل الانسو الاساس في الجروث هو الانسو والدليل ان الوسيط بتاع الجروث هرمون في العمل اسمه ايه؟ اسمه انسولين لايك بروسبكت يعني هو عشان الجروث هرمون يعمل جروث طلع حاجه زي الانسولين اسمها انسولين لايك بروسبكت اللي هي السوماتوميدين اللي بيطلع من الكبد عشان كده لو الكبد باظ واحد ما يموتش اه في جروث هرمون بس مش عارف يطلع الوسيط اللي زي الانسولين اللي بيعمل نمو. طب في اكشن تاني يخالف في الجروث هرمون انسولين او اكشلي الانسولين يخالف كل الهرمونات خلينا نقول لك بسرعة جايه الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفري ما يحبش الانسو يعمل ايه في الجلوكوز؟ يعني لو هتحط انسو يبقى انكلوني زاد الجلوكوز الانسو هو الرحيم اللي يتخن يعمل لايك بجنس يبقى انكلوني يعمله دي بقى قاعدة من قاعدة حفظتها الاجيال وورد وايد عشان يجاوب بيها عشرات الاسئلة على الكربوهيدرات والفات الانسو زي الفريك فتفكر الانسو بيعمل ايه؟ بيعمل هايبوغليسيميا بالباقيين كلهم الانسولين الوحيد اللي بيتخن لايبوجينس يبقى الباقيين كلهم وقعدت حتى في الكورس العادي عشان افكر الطلبه حكي لهم ان في مستيل للتخسيس في الدم ناس تقول ما تاكلش عشان تخس انا عاوز اكل ناس تقول طب كل بس ما تاكلش كربوهيدرات عشان ما يطلعش انسولين عشان ما يحصلش لايبوجينس يعني بروتين وفابس اوعى تخلط ما تاكلش كربوهيدرات ابدا معاه عشان الناس تفهم وحكيت قصه تاني زميل اللي هو عنده سكر من بهدله وبقول له خد انسولين يقول لي يا عم تخين هاخد انسولين تخني زياده يعني هيموت نفسه عشان ما يتخنش عشان الانسولين الوحيد اللي بيتخن بيعمل لايبو جينس الباقيين كلهم بيعملوا لايبوز نيجي الكنترول بقى فقال لك انه الكنترول هو الوحيد اللي عنده انهبيتنج وعنده ليس مين الاهم؟ ليس بعدين بيطلع سوماتوميدين من الليفر هو الانسولين لايك بروسبكت فلما يزيد ينقص الجروث هرمون تبقى نيجاتيف في باك ميكانيزم وبعدين ما تنساش انه بيزيد ب 4 اس الجروث هرمون بيزيد وانت نايم في السليم ليه طيب ارتاح ليه عشان النمو كده صعب انه عكس الجروث ربنا خلى الجروث هرمون يطلع بالليل عشان ديورينج سليم بقول لك حاجه انا طول عمري حفصل اجيال بطريقه حلوه في غده بتحب الليل بنت ليل اللي هي البيتيوتري كل هرموناتها البرولاكتين يطلع الام تنام حلو وترضع حلو ربنا قال لها ارتاح نامي عشان الرضاعه دي عمليه شق فطلع لي البرولاكتين دي البوستير بدري حتى تطلع دي دي اتش بالليل عشان ما نروحش طريق كتير يبقى مين البيتيوتري غاويه تطلع ديورينج سليب مين تبتدي ارتاح عليه من كوكس عشان الهرمونات بتاعتها ضد الاستريس فيطلعوا الصبح يبقى دي تشتغل الصبح ودي تشتغل دي اسئله يعني انا قلت اهو 100 سؤال في جمله كل هرمونات البيتري بالليل كل هرمونات الكورتكس الصبح أي. كان في حته يعني ايه الانسولين ريزيستنس يعني ايه هرمون انديوسد انسولين ريزيستنس معنى لما يبقى الجروث هرمون زايد هيعلي الهايبر الجلوكوز هذا النوع من الـ من الـ من السكر بيبقى يقاوم الانسولين مش بسبب نقص الانسولين لو انا السبب نقص الانسولين جيب انسولين خلص المشكله لكن الجلوكوز عالي هنا مش بسبب نقص الانسولين بسبب ان في جروث هرمون فاذا عرف السبب بطل العجب عاوز تنقص واحد عنده تيومر بتطلع له جروث هرمون كتير فعملت له سكر لان جروث هرمون بيعلي الحل مش انك تدي له انسولين لا مش هيبقى لان هو جروث هرمون كتير حل انك تشيل ونفس الكلام في الجلوكو كورتيكويد الناس اللي بتاخد كورتيزون هيعلي جلوكوز ما كلهم عكس الانسولين المشكله في كلمه هنا which attenuates insulin action due to increase the blood concentration of fatty acid التنويت يعني وضع لسبب ليه بقى الانسولين ما بيعرفش يشتغل عشان زياده الفري فاتي اسيد اللي عاملها جلوكوز هرمون ده التفسير شو هو بيعمل لايبوليسيس يعني زياده الفري فاتي اسيد ده يخلي الانسولين ما يعرفش يشتغل على السيرس طيب يبقى قلنا الجروث هرمون عامل لك حاجه لطيفه كلهم حاطط لك خطوط هو كله بحرف الاس يبقى بيطلع بالسليم بيطلع بالستريس كل الهرمونات بتطلع بالستريس بالسكس هرمون ليه حتى فسرتها ان هو انابوليك زي ما هو الاجونست يزودوا بعض اللي يعملوا زي بعض يزودوا بعض يعني الانتاجونست قاعده على الانتاج الاجيال يقللوا بعض
يعني الهرمون يقلل اتس انتاجونس وهو يستقيم مع المنطق. انت بتعاكسني اجيبك معايا، لكن انت بتساعدني اجيبك معايا. يعني الفسيولوجي لطيف لما الناس تفكر، وكارثه لما الناس تحفظ. يعني في منطق، والمنطق كله مبعثه حاجه واحده قلتها 100 مره، انه وراء الخلق. الخلق وايه اللي خلى العبد لا من فروم دي 1 في فرق في اي شرح الناس تسمعه يقول الراجل ده بيتكلم ليه فرق؟ عشان بيفكر، عشان مش قاعدين كتاب. انتوا فاكر سريع لان وراء الخلق خالص. الهرمون الاجونيست طلعه السكس هرمون انا بقول زي الجروث هرمون طلعه بعض. هتشوف طب مين يقلل الجروث هرمون بس هي مش قصاد ناس ايه؟ الكورتيزول لانه كاتابوليك عكسه. حاجه منطق يستقيم مع الحياه. بتساعدني اجيبك معايا، بتضايقني مش عاوزك معايا. نيجي بقى طبعا هو بيزود الجلوكوز فيطلع الايه؟ بالهايبو جلايسيميا. طيب دوارفيزم في الديس اوردرز. ده احنا هنصور لكم الوضع اللي بس هو ما جاش يعني عشان الصور كويس عاوز اقول لي صور يعني بابا دوارفيزم بيبقى فيه ثلاث حاجات نورمال فيه. يعني هو قصير فيزيكال انما منتلي نورمال سيكشوالي نورمال. لو سيكشوالي مش نورمال يعني قزمه ما يخلفش نغير الاسم انفانتيزم لانه كما الانفانت حجما وجينيتاليا زي الانفانت صغيره. عشان كده اختاروا كلمه انفانتيزم. الانفانت صغير حجما في نفس الوقت تبص للجينيتاليا بتاعته تلاقيها صغيره. اكروميجالي بالعكس بقى اللي هو زياده جروبتومون. جايبين عليه سؤال واحد بس اللي هو اهم واحد، ايه اللي انا يخليني قاعد في عيادتي؟ ايه الشكوى اللي يقولها العيان اقول ده عنده اكروميجالي اون ذا سبوت؟ يقول لي انا بحتاج جوز جزم جديد كل ستوش كبير. مفيش واحد بيكتب بروه كبير غير اللي عنده اكروميجالي. فهم زي ما بقول لك ان هم عندنا الزميله الفاضله ما بتالفش اسئله لا هي ولا غيرها. يعني مش انا مش ضدها، هي بتجيبها بطريقه غريبه. مش هي مش هي بتجيبها بطريقه غريبه ولا حاجه. هما الاسئله دي هما واخدينها من البنك. وقعدت في يوم من الاول اشرح في نص ساعه ازاي بيعملوا اسئله في امريكا. مش هضيع وقتكم انما اقولها لكم بسرعه جدا. ازاي بيعملوا اسئله في امريكا؟ ما بيجوش لاستاذ يقولوا اعمل اسئله، ما يعرفش واحد يعمل كده، لانه هيطلع بسرعه غلط. او هو فاهمها بطريقه يجي واحد ثاني يقراها يفهمها بطريقه ثانيه. فنمره واحد، كل واحد بياخد دكتوراه في الماده دي. دكتوراه ما قالش عن دكتوراه. اما يمتحن دكتوراه عشان يدوا له نتيجته يقولوا له بس جيب لنا الف لنا خمس اسئله. فبقى واحد واخد دكتوراه حديث ذاكر كويس قوي مطلوب منه خمس اسئله. دي مرحله اولى عشان ياخد نتيجته سواء سقط او نجح. خدوا الخمس اسئله دي كانت كان فارغ. المرحله الثانيه في امتحان الطلبه نقول لهم 90% من الاسئله عليها نمر، 10% من الاسئله بيتم تجربتها. مش هنقول لك يمين ويمين، انت جاوبهم كلهم منين، بس هم فيهم 10 بيجربوا اللي هم الجداد. كل الناس جاوبوهم نستبعدهم لانه سؤال تافه. ما حدش جاوبهم غير عدد قليل يبقى يا كونفيوزنج يا فيها حاجه مش مظبوط نستبعدهم. لازم نسبه معينه من الطلبه يجاوبوهم عشان يروح داخل بقى الباك. المرحلة الثالثة ان انت بقى في كمية رهيبة من الاسئلة ان انت تروح تمتحن ينزل لك مجموعة متجانسة، البنك مقسمهم يعني امتحان غير امتحاني واروح في يوم تاني غيرك وهكذا ومش خايفين الامتحان يتسرب ايه؟ انت اليوم اللي صاحي كده انت مزاجك حلو تروح تقول انا امتحن فلوس يروح ينزل لك مجموعة اسئلة من بنك عدد رهيب من الاسئلة. هل ده يقدروا يعملوا الكلام ده هنا؟ ده انا عرفته، ده اللي قلته في دقايق. ده بياخد سنين عبال ما يوصل، هما بياخدوهم جاهزين من اكتر. فالسؤال هنا ده مهم ليه فعلا؟ لان هو ده اهم حاجه. انا قاعد في العياده، ايه الشكوى اللي هقولها لي؟ انا اقول ده اكروميجالي، ما تنفعش الاكروميجالي. لارجر بير اوف شوز. وعلى طول اشخص ان ده عنده زياده في جروث هرمون في انهي خليه؟ في الاسيدوفيليك سيلز اللي بتطلع الضغط هرمون. ايوه. ده ايه ده؟ اللي هو الفايبر بلاستر بلاستر فاكتور سيكتور. ايه؟ الفايبر بلاستر بلاستر فاكتور سيكتور. ما هو اصل جروث هرمون ده مالوش فاكتور واحد. ليه فاكتورز كتيره بس هما بينقوا جمل. يعني على كل نسيج ليه فاكتور يعمل له الاكشن بتاعه.
بس اهمهم على الاطلاق اللي هو السوماتوبودي اللي هو الانسولين لايك جروث فاكتور 1. تمام. اكشلي حتى الفايبروبلاست لها جروث فاكتور، ما تهتميش بيه قوي، خليكي في في السبيشال في الام اس كيو. نيجي البروكتين برضه بوليبيبتايد، لان ده اخد جروث هرمون طالعين الاسيتيليك سيلز مع بعض، يشتغل هما اثنين جاك ستاك. ده ايفن سبحان الله في الخالق، يعني جروث هرمون يزود البروتين وكان بيعمل لكويس يقلل الفات. طب البرولاكتين ده بيشتغل على اللبن، اللبن مش على شخص، انما تصور بنفس المنطق يعني، يزود كميه البروتين في اللبن ويقلل الفات. روعه، لانه الخالق واحد فالديزاين واحد، يعني دي قاعده ثالثه عاوز واحد فاهم. الخالق واحد فالتصميم واحد، والبدا ده بيشتغل على الجسم وده بيشتغل على اللبن. بس بنفس الفكره، مش تم يزود بروتين في الجسم وقلل الفات، طب ده على اللبن يزود بروتين وقلل. طب ايه هما فين الاسيتيليكسيد هما فين برو؟ لاكتين. خلاص؟ طب ليه سموه برو لاكتين؟ ليه سموه برو لاكتين يا شباب؟ حتى الكوتش اللي تعالى عشان هو بيحضر بيحضر البريست ديفلوب، بيساعد الكيش انه يعمل ديفلوب، وبعدين بعد كده يعمل لاكتيشن. بجيب لك كرش طابع انت كرسي. ما عجبكش الكرسي ده؟ بس الارض هنا عندهم فعلا شديد، مش عاوز يعمل ايه بيزنس عادي. بعد كده امسك الشنطه احطها اللي هي لزقت فيها، روح لاي زياره الاقي ناس في الصاله جايه. وبرضه يشتغل بالجاك ستاك. قلت كل هرمون في واحد واضح في اسمين، واحد مش واضح في جروث هرمون في اسمين واضح بيعمل جروث وبروتين انابوليزم وفي ذلك شابي ليس. واحد غير واضح انه بيساعدنا على الصيام بانه يزود الجلوكوز والفري فاتي اسيد. البرولاكتين؟ جروث هرمون. البرولاكتين واضح في اسمه انه برولاكتين، برو يساعد الديفلوبمنت ولاكتين لاكتيشن، زي ما قلنا واحد مش واضح في اسمه. ان اللي يعمل لاكتيشن يوقف الحمل، لا يستقيم ان المراه ترضع وتبقى حامل في اي وقت. ده هيبقى عبء الخالق مش عاوزها تتحمله، انها تبني طفلين في اي وقت. واحد بالحمل والطفل الثاني بالرضاعه، لا فربنا خلى الهرمون يعمل رضاعه يوقف الحمل، يعمل له ريح يمنع الريح. دكتور في ممكن في اخر شهور الحمل وبقت حامل برافو يروح واقف الرضاعه. بس بقيت الجمله هم مش كاتبينها زميل فاضي. طب افرض بقت حامل، حصل اوفيليشن وبقت حامل وهي بترضع، الميديا بتاع الرضاعه قلت خالص، ما يحصلش نعم. تلاقيش واحده بترضع كميه محترمه وحامل، وانس بقت حامل تلاقي الرضاعه ابتدت. طب الحصل بالظبط عارفين ليه؟ لان هو راجل خالص خالص، يعني مش عشوائيات الاكشن حاجه، ومش قوه لا 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 نستطيع ان نقول انها مثاليه، نقول هي الكمال نفسه، يعني الكمال يقاس بالله، الكمال المطلق مش الافضل. بس الافضل تعبير مهم، يعني ما يصحش نقوله وصف الاعجاز الالهي، هو مش افضل، هو الكمال المطلق، ده التعبير السليم. بالنسبه للحته اللي بتاعت الامر الرجالي وبالنسبه للحته بتاعت الجاينت نازل، المفروض ان الاثنين ممكن يحصلوا بايتام ابراهيم انوفيا؟ طبعا الاثنين ممكن يحصل فيهم بايتام، بس الاكثر في الاكروميجالي ليه؟ عشان مين بيجي في سن كبير؟ الاكروميجالي والاورام بتبقى اكثر في انهي سن؟ الكبار؟ لا يعني فكر فيها، الاورام بتيجي في مين؟ في الشباب عندهم سرطانات ولا الكبار اكثر؟ الكبار اكثر. أقول لك بقى معلومة ما عرفهاش كثير من الناس. بعد سن 60 سنة كل ديكيد احتمال إصابته بالسرطان يزيد 3 مرات، يعني من 60 ل 70 3 مرات، أو 70 ل 80 9 مرات، 3 في 3 فوق ال 80 27 مرة. دي سؤال الناس كلها كبار وبتجيبها كانسر، فاهم الفكرة؟ فالمهم فطبعا الجايدنتيزم بيبقى غالبا زياده حميده شويه في السيلز، فما بتاثرش قوي، ممكن تاثر. الاكروميجالي غالبا بيبقى ورا فبيضرب الميزان. طب هو ايه اكتر، يعني مين هو المور ليبل ان هو يحصل له تريتمنت، الجايدنتيزم ولا الاكروميجالي؟ الجايدنتيزم بيموت، خلص القصه، ده ما ينفعش خالص. وقالوا لكم مصر هنا حاجه دي مش موجوده ثواني بس انتوا جايين تسالوا بسوس، يعني السيك ده بتسالوا اسئله عندكم على وظائفكم ولا جايين تراجعوا الامتحان؟ يعني فهموني بقى. لا دي ما ينفعش حصه واحده، احنا عايزين ناخد كميه، عاوز اخلص الكرايم في قاعده الاسئله على الاقل.
طيب قلنا ان التركيب البرولاكتين كويت البايت ده الوحيد اللي عنده الهيميك انفاكتور برولاكتين هيميك ده تركيبه مختلف عن بقيه الريسينج فاكتور كل الريسينج فاكتور سمولت البايت ما عدا ده تركيبه دوبامين والزون نفس الميكانيزم اكشن يعني قلت البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامين اللي هم الدوبامين بيشتغلوا بالاكتيفيشن يعني ميكانيزم اكشن واحد يعني نفس المجموعه برضه مش ربنا جايب عشوائيات بس اللي بيشرح هو فاهم يعني هو مش هو اكسبشن في التركيبه لكن مش اكسبشن في طريقه العمل البروتين والبوليبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز اللي هم من ضمنهم الدوبامين بيشتغلوا بطريقه واحده بالاكتيفيشن الاستيرويدز ومعاهم التي 3 والتي 4 تركيبه مختلفه بس بيشتغلوا بطريقه واحده اللي هي السنس طيب نيجي بقى البوستيريور الاسئله بتاعتنا يا شباب بتطلع الـ ADH والـ Oxytocin هما الاثنين نونة بالفايل يعني كم أمان عسل؟ ده سؤال وهنا حكيت للطلبة القصة بتاعت الشهور الجديدة لما كانوا 10 في الأول حتى طلبوا لي انت ازاي 10 قلت لهم ازبط لكم نوع 10 هما ما كانش فيه يا يوليو ولا عوش ما جه يوليوس قيصر قال انا عاوز شهر نفسي سموني جه اغسطينوس قال الله هو يوليوس تعملوه شهر وانا مفيش شهر انا اغسطس فزادت شهور الميلاديه كام؟ طب عاوز اثبت لكم ده نوفمبر ده الشهر 11 كان المفروض هو قبل كده التاسع نونا نوفمبر طب ديكا ديكا يعني كام؟ 10 كان المفروض ديسمبر يبقى العاشر هو الشهر 12 بقى ديسمبر نونا وديكا واوكت قبلها اكتوبر خلاص كله زاد شهرين باضافه يوليوس ثلاثة دي فقره المعلومات العامه هي ايه بقى وورد وايد مش موجود حاجه فضيحه هنا يعني هناك في شويه ناس تهتم بالمعلومات العامه هنا بلاقي الاساتذه الافاضل تسطيح يعني سوري عيب اقول حتى في ما فيش يعني عباره عن بغبغانات طبعا بقى حدث ولا حرج في اي معلومات عامه تاني مفيش خالص حاجه يعني تنتهي بما يكفي المهم الاكشن فهم لونا بالطيب دي تذكرنا ان تركيبهم ايه؟ لونا بالطيب الاكشن اي دي اتش بيسموه اي دي اتش او برضه برسين الرينال اكشن هو انتيليريتك بيزود امتصاص المايه خلاص؟ السؤال بقى الهرمونات تشتغل على اخر حته ولا اول حته هناك؟ ديستال انكوليك ليه؟ فاينل ادجاست في ناس سامعاني انا بقولها ازاي؟ ضبط نهائي للبول من حيث الحجم من حيث البي اتش من حيث الكرايز الضبط النهائي يبقى في النهايه النهائي يلعب في النهائي ما بيلعبوش النهائي في بدايه الدوري ما عدا في هرمونات بتشتغل على البروكسي سمعتيها كويس؟ اللي هو بيشتغلوا على الفوسفيت بس اللي بيشتغلوا على الفوسفيت هما يشتغلوا بروكسيمال ليه؟ قلتها شرحتها لان الجسم بينتج احماض فقط والاحماض نوعان يا فولاتايل تخلص منها عن طريق الريح متطايره يا فيكسد تنزل في الكدني طب ما تحرق الكليه الا اذا اضفت عليها فوسفين بفر تضيف في الاول هتستنى مع الكليه تحرق فعشان كده اي هرمون له علاقه بالفوسفورس بحرف البي يشتغل على البروكسيمال بحرف البي الباقي كله على كان هذا اهم ما يميز عبد الله هي القواعد التي تنم عن قيمه الفكر. بس عاوز واحد يشوف الرؤيه كامله. مش عمال يقرا ويحفظ. اديك قاعده خلاص انت عشرات الاسئله اتحلت. اي هرمون يشتغل على ديستا كوليك؟ لو الكلام ده على الفوسفيت يبقى على بروكس. وفاهم القاعده هم فاهمين الدكتور اجي بيحفظ البي مع البي ان الفوسفيت بروكس مع البي. دي فوق البيعه. انتوا اللي عندكم بيعه ولا فوق بيعه؟ فاهمة. طيب نوع الريسبتور اللي بيشتغل عليه اسمه بازو كريستين 2 على الكلمه ازاي بيمتص الميه بيحط البروتين في تشانل اسمه اكوا كورين 2 حتى حفظتها للطلبه دي بقى مش عاوز افهم هم احنا اللي سمينا الاوكسيتوسين او قصدي الاكشن الثاني بتاع اي دي اتش على السموث ماسل والحاجات دي بازو كريستين 1 اللي على الميه 2 دي احنا اللي مسميه بس نفهمها بطريقه فاني بقى
فنقول اي حاجه ميه تبقى توب على وزن الماندي توب بتاع اسماعيل ياسين. عارفين لما عملوا بخه كده ونزلوها في الميه مكان بيقولوا فتحت الله الله يخيبك او ياخدك يعني ما ينفعش كده عليهم. طيب الاول بقى لازم اتعبك شويه بقى زي ما انت عرفتيني الخمس وعد دول عشان بسرعه تعملي لي 2 و10 وبعدين ترجعي تاخدي الخمسه اللي بعديه عشان بسرعه عشان انا هنقعد ساكتين كده لحد ما تيجي. ففي فيلم اسماعيل ياسين اللي هو بتاع قصه اسمه نورماندي ايه 2 اللي هي المركب التعبانه دي بينزلوها في ميه فاي حاجه فيها ميه تبقى رقم فالاي دي اتش ازاي بيزود امتصاص الميه نوع ريسبتور فازوبريسين 2 الاكوا بورين اللي بيحطها اسمها اكوا بورين 2 يبقى حافظ هذا الكلام. بقيه الاكشن بتاع الاي دي اتش بقى اللي هي الاكسترا رينال اللي اسمه فازوبريسين بيعمل فازو كونستريكشن ده فازوبريسين 1 على السموث ماسل بيعمل كونتراكشن برضه فازوبريسين 1. طب ادام عمل كونتراكشن يبقى يشتغل بالسايكليك ام بي ولا بالستول درايف سويت ده اسمه عشان كده فازوبريسين 1 اللي بتعمل كونتراكشن ستول درايف سويت ده اسمه ما دام على الميه في الاغلب سايكليك مش عاوز احبس مره اخرى عاوزه فين بس ده الاي دي اتش. طب في الرينال فاسكولار سيستم بيعمل دايلاتيشن ليه بقى دي حلوه قوي هو بيعمل فازوبريسكشن لكل الاورجنز فيها الكيدني الكلى ما راحتلهاش دم اساسا يبقى هيمارس عليها اي عمل ازاي فكان لابد من الغاء العمل على الكيدني يعني الكيدني ستاندز از اكسبشن ما حصلهاش فازوبريسكشن عشان يجي لها دم عشان نشتغل عليه الكلى ما راحتلهاش دم هنشتغل عليه فهو عشان يلغي الاكشن على الكيدني اشتغل على فازوبريسين 3 بالبروستاجلاندين عمل رينال فازو ستاتيجي يبقى الباقي كله تو عمل لهم كونستكشن في الكيدني لا احنا عشان نمارس العمل الاساسي وهو انتي دايوريتك عاوزين يجي دم فاشتغل في البروستاجلاندين عن طريق فازوبريسين 3 منطق كل شيء في الفسيولوجي له منطق مش هبل موضوع عمره ما كان هبل. نيجي الاوكسيتوس بيعمل ثلاث اعمال ثانيه بس هو نورنفرتايد انما الثلاثه تلخصهم في كونتراكشن يبقى اشتغل بايه؟ وانا بقول ان الاوكسيتوسين ماشي عكس الزمن يعني المفروض الست يبقى فيه الاول جماع وبعدين ولاده وبعدين رضاعه هو بقى اهميته بالعكس للرضاعه للواحد لان مش حد يعرف يساعد الرضاعه غيره ثم الولاده من الاثنين. طيب تعالي بقى خدي اللي بعديهم ويرجعوا دول الشباب وبيبقى هيحاسبوكي بعدين عشان هم ناس ما تقلقيش عليهم سكر جدا هو ده اندوكرين خدي بقى اعملي ده ايه ده ايه ده ده الامتحان اديني بقى دي انت بتخرج ولا عندك ما انا هديك الاصفر اللي هم اعملي دول دول ايه ده ايه مجنون ده بقى ايه اللي بتذكرني يعني طب استقبل لا يعني اثنين زيادة من الخمس ورقات دول واحدة ليها واحدة ليها عشان في نقص واحدة. دكتور كنت عايز اسال ايه البارافنتريكيولار نيوكلاي والبارافنتريكيولار علشان هما هنا كاتبين حاجة وبعد كده لا البارافنتريكيولار نيوكلاي دي اللي بتطلع الاكسوس دي في الهيد فانكس ايوه لانها موجودة ليه سموها بارافنتريكيولار؟ عشان البرين عشان مبقاش تيجي ربنا حط فيه اربع فنتريكلز فهي جنب البنت اللي هو السيرد فعشان كده اسمها بارافنتريكلز منها بارافنتريكلز دي مفيش منها هايبو سلام هايبوكسيال من السوبر اوبتيك والبارافنتريكلز الدكتور قال غلط صح؟ هي بارافنتريكلز صححت في المحاضرة غلطة غريبة شوية صححت في المحاضرة ايه؟ صححت في المحاضرة قالها الدكتور بس هو معلش هو يعني هو هنا المفروض ان هو كاتب حاجه هو بيتكلم الراجل ممكن بعد كده هيطلع على باب لو هو حصل له في الجاينيكوماستي الحته دي فعلا هيطلع ايه؟ على اساس ان هو شرح البرولاكتين طبعا ممكن يبقى الرقم الحالتين سواء في الاكروميجي او في الجاينيكوماستي لا هو بص الاساس ان يبقى البريست بتاعه مستعد شويه يعني هو ليه في الاغلب مش هيحصل له؟ يعني حتى لو زاد الجروث هرمون هنا في ميل لانه عرض يعني ضد الشرف ان بنت بترضع وهي ما اتجوزتش اساسا الناس هتظن فيها سوء فربنا قصر هذا العرض على
4% من الإناث. يعني لو اللي هي اوريدي البريست بتاعها مستعد للقصه. طبعا احنا البريست مش مستعد، فالنسبه دون ذلك بكثير. عاوز راجل من الاول عنده شويه خلل هرموني، الاستروجين زايد عنده شويه، فعنده شويه يعني ثدي، فيمكن يحصل ثيوريتيكال تحصل. فيعملوها فيلم اللي هو زي جينيور بتاع ارنولد شوارزنيجر، كان في فيلم كده، وعارف مين ارنولد شوارزنيجر ده؟ وكان خد محافظ كاليفورنيا يعني، ومثل وخد محافظ كاليفورنيا حاجه. هم يحبوا الممثلين يمسكوا الدوله زي ريجان، وريجان ده كان ممثل اساسا. خلاص طيب، الاوكسيتوسين قلنا بقى مهم للرضاعه الاول، ميلك ايجكشن، ثم في الليبر نمره 2، ثم في الجماع نمره 3 في ساعه الايجكليشن، ويشتغل زي ما انتم برضو قلتوا. طب ايه الاستيمولس بتاعه؟ الرضاعه، يبقى البيبي يرضع، ساكلينج اوف نيت. طب في الولاده ان الهيد بتاعت البيبي الدايليت ال سيرفيس، في الجماع التلامس بين الاعضاء الاسود يرفع الاسود، وهم في الاكشن في النهايه كونتراكشن. في الرضاعه بكونتراكت خلايا بتحول الادفيلايد مايكروفيلال سيلز تعصر اللبن عشان تقربه لفم البيبي على فكره. في الولاده يقبل الرحم، في الايجاكوليشن يقبل العضلات اللي حوالين التستكل وال عشان يحصل. طب نيجي الثيرويد جلاند بقى. الفورميشن اوف تي 3 تي 4 بتيجي فيها اسئله مهمه جدا. واهم خطوه الخطوه الاولى. اللي طبعا التي 3 تي 4 سموهم تي 3 تي 4 ليه؟ عشان فيهم تراي ايودو او فلازم اول حاجه الغده تاخد ايودو. فبتاخد ايودين ده اكتف. ليه؟ لان بيبقى تركيزه جوه الثيرويد قد بره الثيرويد 8 25 مره، وفي الهايبر ثيرويديزم 200 مره. ما علينا، ما عليناش الارقام دي، مش كده نقولها برضه. 8 كويس حلو، هي اب تو 25 يعني من انسايد لاوتسايد ولا 8 دي تحت الثيرويد؟ يبقى عالي في الثيرويد، هي عاوزه، هي بتاخد عاوزه تركزوا على ده في فاطم 8، انما الحقيقه مش 8 هو 25 اب تو 25، وفي الهايبر ثيرويديزم اب تو 200 مره. ما علينا، يعني المهم الفكره واضحه انها بتاخد تركز. الرقم ملوش اي قيمه، يبقى اجينست جريدي. السؤال الثاني، هل برايمري اكتف ولا سكند اكتف؟ ده الاهم. سكند لانه بياخده مع الصوديوم. بعد ما تاخد الايودايت ما ينفعش لانه متأيد، فتحوله الى عنصري ايودين، ثم يتحد الايودين مع التيروزين يدي ايودو تيروزين مونو داي. مونو مع داي يدي 3، وداي مع داي يدي 4. طيب الاهم حاجه خلاص. طيب شكرا. طيب انتهى وجهها بس ايه؟ بص يا عبير، عاوزين واحده 10 كامله، لان هم عددهم 10 مش 9. عاوزين واحده تاني كامله يا بابا. واحده تاني كامله، في طالب ما خدش. انت عامله 9. انا عامله 9 اغنيه. واحده ليا، لا هم 10 وواحده ليا ب 11. طب اديهم دي رقم عامله. خلاص يا محمد، غلط. طيب ده الاكسجين الثيرويد. هل بقى خد بالك انه التي 34 بيبقوا مختزنان في الداخل مع بروتين اسمه ثيروبلوبين؟ ايفن الثيرويد جلاند، سؤال اتش كيو، بتعمل الثيروبلوبين، يعني بتعمل هرمون ولا حاجه اللي ماسكاه؟ خلاص الخطوه دي ستيميليتد بالتي اس اتش وانهبيتد بالمونوفالنت اينز. ليه؟ كومبيتيتيف انهبيشن، لان الايودايد نفسه مونوفالنت، فالغده بتاخد مونوفالنت اينز على انه ايودايد وهو مش ايودايد. دكتور، ايه الفرق بين التي 3 والريفرس تي 3؟ لا دي قصه بقى طويله قوي. هم يعني لا اي ثينك اي دونت بليف ان هم فاهمينها مظبوط. يعني ممكن يجي عليها ام سي كيو احنا مش هنفهمه، يعني تي 3 وريفرس تي 3. كاتبين في القصه بتاعت ريفرس تي 3 وريفرس تي 3. الوضع الايودين تقريبا 3 في 5 في داش 5. فانت لو خدت من الموضع الصح تحوله لاكتف تي 3، لو خدت بدل من 5 داش 1، يعني هم 4 كده،
3-5-3-5-. لو خدت المكان الصح يحول لأكتف T3. 3 times more active than T4. لو بدل ما تاخد الخمسة خدت الخمسة داش، يعني هي خمسة برضو بس من الناحية التانية، تتحول لحاجة اسمها reverse T3. فمش أي تأثير. خلاص؟ بس خفيف الأمر هو مش ملوش أي تأثير خالص يعني مش معنى. بس هو قالوا it is not active. يعني مش هيمسك ريسبتور. بس هو مش اكتب على الميتابوليزم. طب ايه الفايده من بس هو بيوطي الكوليسترول اكتر. اه الفايده بقى دي اللي بقول لك ان انا عايزه. اللي هو نعمله يعني ليه نعمله؟ ليه تعمل دي تري ريفرس؟ اكشولي الثيرويد دي القصه دي اهم حاجه في الثيرويد انها بتزود الميتابوليزم. يعني تدفي الانسان. فربنا خلى الغده تطلق الهرمون بصوره سلايتلي اكتف اللي هو التي 4. مش قد كده. وبعدين تملي بدي المثال الجميل ده. افرض حضرتك انت في يوم برد زي ده اتغطيت في دراع ما جاش تحت البطانيه، يبقى في دراع متدفي ودراع مش متدفى، يبقى مين اللي عاوز يتدفى؟ اللي مش متدفى، اللي بره البطانيه. لما تي 4 يروح له نحوله لاكتف تي 3 اللي هو 4 تايمز مور اكتف من تي 4. خلاص؟ انما اللي يروح لايد المتدفيه لو دفيناها اكتر يحصل بروتين ديناتوريشن فتحوله الى ريفيرس تي 3 اللي هو ريناب. ستيل لي فايده بقى بس هم طبعا ما اعتقدش حتى متابعين بس هم بينقص كوليسترول يعني هو مش اكتر على الميتابوليزم بس بيفيدنا في حاجه مهمه ثانيه ان ده من اهم وظيفه الدي سي تي 4 ان هم بينقصوا نسبه الايه؟ عشان كده الناس اللي عندها هايبو بيحصل لها هايبر كوليسترينيا وتموت من سيفير اسيروسكليروسس فستيل الريفيرس اللي هو اللي انت شلت الايودايد في الرينج الثانيه اوف تو رينجز 3 و5 و3 داش و5 داش فانت شلت المناظره ما شلتش الصح فبوظت فعشان كده سموا واحد نورمال انك شلت هم اربعه شلت الصح فبقى اكتف تي 3 لو شلت المناظره ثلاثه برضه هم بس انت ما شلتش دي شلت دي يبقى ريفيرسد تي 3 ان اكتف بس ناقص كوليسترول ما بيهتموش بالمناظره. المهم يا شباب انه البيشنت اللي عنده ايدين ديفيشنسي لازم الغده تكبر ليه؟ التي 3 تي 4 هيقل فبالنيجاتيف فيدباك الاي اس اتش تزيد فدول يعملوا ايه بالغده؟ لا طبعا بيسموها اندين جويتر ليه؟ لان المنطقه اللي ناقص فيها دي مش واحد بس اللي هتكبر غده كل المنطقه اهل المنطقه عدد كبير منهم هتتضخم بيسموها اندينك يعني متوطن. كنترول اوف ثيرويد جلاند في ثلاث غدد كنترول دايت اللي هم مين الثلاث غدد اللي لا يمكن ينطقوا الا لو تستخدموا اشتغلوا غلط. الثايرويد والادرينال كورتكس والجونادز. صح بتطلع لهم دي اس اتش اس اتش ونالو مهم الحاجتين هرمون ده الاناتومي يزود السايز والماسكولاريتي بتاع الماسكولاريتي عشان يعرف يعمل هرمون ويزود الفانكشن تصنيع الهرمون تصنيع ايه؟ الثلاثة بيعملوا كده في كل غدد. في كل الغدد لازم القصة هي يعني. فدول يعملوا الحكاية. طيب لو شلت ده سؤال لطيف لو شلت الثيرويد يحصل ايه في تي اس اتش؟ يزيد تي اس اتش. تاخدوا بالكم من السؤال. اكشن تي 3 تي 4. أول سؤال هو الريسبتور بتاعه موجود فين؟ في النورمال ليفل يعمل بروتين سينثيسيس بس ليه سيتوبلازميك افكت كمان؟ لا ملوش هو ده نيوكليس ده الوحيد ده ما عرفتوش يبقى كارثة ده المثال الوحيد اللي عنده نيوكليس الثيرويد هرمون ده وتر من سولفر جدا سولفر وبيدوب في ميه ولا لا؟ لا مالناش دعوه دي مالهاش قيمه احنا اللي يهمنا هل هو ليبيد سولفر ولا ليبيد انسولفر؟ الميه مالهاش اي قيمه عندنا يدوب فيها ولا لا؟ يعني مش هنهتم بيه لان احنا المهم يبقى ليبيد سولفر عشان نعرف الريسبتور بتاعه عشان يدخل كل شيء فاهم الفكره؟ ووتر سولفر دي تهمنا في الابزوربشن في جي اي تي لازم اي حاجه تبقى ووتر سولفر عشان تنبسط يعني هل ووتر سولفر ولا انسولفر اللي تهمنا في الترم الثاني في الجاست كونسان الثاني انها في الاكشن هرمون تهمنا هل هيدخل خلايا ليبيد سولفر ولا ليبيد ايه؟ سولفر فما نركزش في حاجات مش هي اللي المهمه. ثيرويد هرمونز مهمه للنمو العقلي امتى؟ ده سؤال مهم. قبل سنه اولا في الفيتس
دي الأهم. ثم قبل ساعتين، ليه قبل ساعتين؟ عشان البلاد برين بارير، عشان البلاد برين بارير ما يكونش كود. هو ربنا أخر البلاد برين بارير وعرض الطفل اللي عنده ار اتش انتابيلتي لمصايب عشان كل الأطفال الثيرويد يدخل ويكمل هون مو. يبقى في الإير مش في الأدلت برين، ده سؤال مهم. يعني في ال first few years علشان لسه ما كانش blood brain barrier. آه والعكس، وربنا أخر blood brain barrier عشان يقدر يشتغل بالزيادة. هو يعني blood brain barrier منع. هو blood brain barrier طلب له سلام وقال له مش هتكون لحد ما أنت تكمل المخ أهم من أحد. طب مثلا سؤال تاني، الثيروكسين يعمل لايبوجينسيس ولا لايبوليسيس؟ لايبوليسيس. قلنا كلهم بيعملوا لايبوليسيس. فأنا جايبها لكم deplete fat stores. deplete fat stores. Note the active thyroid exists في unbound form. دي حاجة معروفة. كل الهرمونات اللي موجودة في الثيرويد في مشكلة إنها تنزل في البول. إنها تعدي كده تنزل في البول. فربنا خلى معظمها يتمسك على البلازما. معظمها على جلوبس. ما عدا في ميل سكس هرمونز يسو تسترو يتشالوا على ليه؟ قلتها برضه. لان الفكره هو مين اكتر، قلب ولا جلوبري؟ القلب. يبقى ينفرط قلب الاكتر. الايسترو بروسترون بيوصلوا ارقام هبل في اثناء البريجنسي، مستويات عاليه جدا، ما يكفيش جلوبري يتشالوا. فعشان كده ربنا استثناهم بقى، قال انتوا تشالوا على القلب. لكن الجلوبري يشيل بقى كله اللي عنده هاي اكتين. وببتئس للناس اللي هي لم تفكر في حياتها وما زال بتدرس لديكيت عشر سنين ولم تفكر في الحقائق، اللي هي ما بتكتبش دايركتلي في الكتب. بس السبب ده مفروض الدكتوراه اللي احنا واخدينها اسمها فيلوسوفي، يعني حتى بقول لبعض زملائي هو الدكتوراه بتاعتنا مش طرف، هي في فلسفه العلم. ولا واحد فيكم فكر في الفلسفه؟ هي اسمها كده فيلوسوفي اوف ساينس. الدكتوراه اللي حاصلين عليها في الاكاديميه اساسا، انت بتاخد دكتوراه انت بتمارس حاجه، ما انت تاخدها على ايه؟ على فلسفه العلم. ده اللي احنا بنعمله. وشوف عمرك ما تنساها درسته بلايف، ان الجلوبال يشيل كل هرمونات ما عدا بتوع الفيمين الايسترين ويلف بروسترون، انهم بيوصلوا ارقام ضخمه ما يقدمهمش في الشارع على ايه؟ ديس اوردر بقى الهايبرثيرويديزم معظم سببه هو البرين ديزيز، 80% منه برين ديزيز، اللي هو اوتو اميون ديزيز. ان الليمفوسايتس بتطلع انتي بادي بيستيميليت الريسبتور بتاع تي اس اتش، فاسمه ايه؟ ثيرويد ستيميليتنج ريسبتور ستيميليتنج انتي بوديز. هم يقولوها بالعكس بالانجليزي، هو انتي بادي بيستيميليت، لو احنا بنتكلم من اليمين بقى انتي بادي بيستيميليت مين؟ الريسبتور بتاع تي اس اتش. فهم يقولوا ازاي بقى؟ تي اس اتش ريسبتور ستيميليتنج انتي بوديز، اللي هم بياخدوها بالشمال. فانت اي حاجه ما تفهمهاش شمال اقراها يمين. ده قاعده علمتها للطلبه في مصر. هم لا هناك لو قلت لهم كده هيتلخبطوا. خلاص؟ طيب هنا في هذه الحاله لما يزيد التي 3 تي 4 تي اس اتش يحصل له ايه؟ طبعا اللي عنده هندسه من اشهر الاسئله اللي بتيجي في كل الغدد، الهايبر فانكشن تخلي التروفيك هرمون يقل على طول، ان يطلع عارف ايه بقى هم زي والعكس. والعكس صحيح طبعا. طيب الثيروكسين بايندينج جلوبلينز ار نورمال، هنا دي مهمه. ما بيزيدش هو عادي ان هو نورمال. العام بيبقى عنده اكسوثالموس. زي ما في انتي بوديز ضد الثيرويد، في انتي بوديز ضد الاكسترا اوكلر ماسلز بتورمه والسوكت صغيره، فلما المصل تورم العين بتنفجر برضه. طيب ايه مثلا انتي بوديز؟ لا انتي بوديز ثاني طبعا، بس هو اصل في خلل في الانتي بوديز. في انتي بوديز ضد الثيرويد، في انتي بوديز ضد الاكسترا اوكلر ماسلز. Tumor secreting excess T3T4 does not produce osteoporosis.
يعني ما بيعملش أسقوس. دي قصة أصلاً. الكوستيو دلوقتي ضعف العضلات بيتم في مرحلة دي. في حاجة اسمها أوستوبينيا اللي هو هشاشة العضلة. فترة المعلومات العامة دي 4% من الناس عندهم أوستوبينيا ضعف الهشاشة خاصة الكبار خاصة الستات. يعني في تخصصين في كبار السن طبعا الصغيرين والستات أكثر إن بعد الحيضة ما بينقطع الإستروجين بيقل ده أوستوبينيا. لما الحالة تتفاقم يسموه أوستوبوروزيس يعني من كتر الهشاشة بقى فيه سقوط. ده مع الكورتيزون أشهر واحد يعمل يعني عملية هو الباراثورمون. فالتي في تي فور يعملوا أوستوبينيا لكن ما يعملوش أوستوبوروزيس. طبعا عاوز واحد يبقى أساسا فاهم القصة عشان يعرف يشرح. Treatment. Drug that blocks the action of 5D adenosine enzyme will reduce the concentration of triiodothyroxine. الدي أدونيز ده 5D أدونيز ده قلنا اللي بيعمل ايه؟ بيشيل من الخمس فيديني النورمال T3. لو شلت ال 5 داش تبقى ريفرس T3. تاني قلنا ان ربنا خلى الـ T4 اساسا اكتف ولا ستايل اكتف. وحسب الحاجة يتم الايه الناس اللي فاهمة الاكتيفيشن. مش كده عندنا نورمال ان ريفرس نورمال لما تشيل الفايف الايضايد للفزارة فايف. لكن لو شلت الفايف داش اللي هي فايف برضه بس في الرينج التانية فايف داش تبقى ريفرس. لو الانزايم بايظ ما فيش تفريق اللي بيشيل الايضايد. فده سؤال جميل هم جايبينه عشان يحاولوا ازاي يعني الفايف داش اللي في الرينج التانية هم تو رينجز في الثيراكس. ففيهم أربع ذرات أيودين واحد عن ثلاثة وخمسة حتى يسموه 3-5-3-5- تترا أيودوثيروكس. تترا لما شيل دي يبقى تراي أيود وشيل دي برضه يبقى تراي أيود. بس لو شلت الصح يبقى نورمال تي 3. شلت الخمسة الغلط في الرنج الأخرى تبقى ريفرس تي 3 زي المفتاح. المفروض يبقى فيه ثلاث سنون كان في أربعة. لو أشيل دي بقى زي الفل شغل الإف. أشيل دي ما هو في ثلاثة برضه بس شلت واحدة غلط ده نايلته مرتين. شلت واحدة شغالة وسبت اللي مش اللي ممكن تتشال. ده الفكرة يعني ببساطة شديدة. هايبوثايروديزم بيبقى العام بيحب ينام سليبلسنس طبعا. إذا طالب كلية الطب لو طالب كلية الطب عنده هايبوثايروديزم وتفكيره بسيط كل نهار يحب ينام والكوليسترول بيعلى الإديمة بتبقى نون بيتد يعني ما تغرس. الإديمة بتاعت الهارت فيلير مية بس فما احط صباعي واشيله الاقيها تملى بعد ببطء شديد. لكن دي فيها ميوسين والمخاط ده بيبقى إلاستيك. انا قلت اما هعرفكوا لما المخاط تعمل كده في المخاط معاك. هما ليه سموها ميكسيديما ليه؟ عشان الإديمة معاها ميوسين عشان كده سموا المرض ميكسيديما. يبقى في ميوسين اللي هو الاستيك يبقى اول ما تدوس وترفع صباعك تروح مالي على طول. كده عاوز الدكتور نادي ما يقولش العيانة دي عندها هارت فيلر او كيدني فيلر عن اي سبب. باراثايرويد جلاند دكتور مانجتي اللي هي الماتريس لا الميكسيديما هو ما جابتش الوقت تاني. لا يا ابني الوقت يا عبير يا عبير الورقه العشره الطالبه قاعده ما بتاخدش حاجه الله يخيبك. الكتابه بتاعتها انا هي البنتي بتاعتها وانا طفيت. هي النسخه بقى انا 10 هي البنتها انا وانا اشتغل ازاي. طب خلاص انا طيب نيجي بقى الباراثيرويد هي بولي بيبتايد بقى بيطلع من التشيف سيلز الباراثيرويد. الاكشن بتاعه ده بيزود الكالسيوم خلاص. عشان يزود الكالسيوم بتزيع من ثلاث اكشن بمنطق الامور لازم عشان يزود بضاعه في السوق بس ثلاث حاجات. الصادرات يزودها ولا نقللها؟ نقللها. لا نزود الصادرات ونقلل الاستيراد. لا تاني كده تاني في وارد وفي صادر. ايوه انا عاوز ازود سلع في السوق اعمل ايه في الوارد بتاعنا المحلي طبعا اعمل ايه في عاوز
يعني اغرع السوق بالبضاعه دي، اعمل في الوارد واعمل في الصادر. اقفل الوارد والصادر، اقفل الوارد واقفل الصادر. ده ايه العربي من هنا دي؟ يرد يعني ياتي الي. امبورت واكسبورت. لازم ازوده؟ وما يصدرش البضاعه دي. اقفل الوارد واقفل الصادر. فزود الانستاينال ابزوربشن وقلل الكيدني. يعني تعمل كيدني اكسكريشن. وكل اللي في المخازن ده الاهم اطلعه اللي هو في البون. لازم يبقى تلات اكشن. يبقى طلع اللي في البون، يبقى البون هيضعف، يبقى البون ريزوربشن. ثلاث كلمات شكل بعض. طب والانتستين ازود؟ الابزوربشن. والكيدني امنع الاكسكريشن، يعني اعمل ري ابزوربشن. يبقى على الانتستين ابزوربشن، على الكيدني ري ابزوربشن، على البون ريزوربشن. مين اهم اكشن؟ على البون، لان احنا عندنا معظم الكالسيوم في البون، فده اهم اكشن. طب الكالسيوم في البون نوعان، نوع ملوش شكل، امورفس تشينجبل، ده جاهز 1%. اعمل بامبينج. مين الخلايا اللي بتعمله بامب؟ اللي هي بتحوط البون، اسمها الاوستيوبلاست والاوستيوسايتس. الممبرين بقى اللي بيحوط البون اسمه ايه؟ ليه؟ ليه؟ لان معظمه اوستيوسايتس. ليه؟ لان البلاست دي بتبني البون. هل البناء ده شغال على طول؟ لا، فشويه بتبني ومعظمها بعد كده هيتحول الى اوستيوسايتس. فبقى الممبرين معظمه سايتس، ما بقاش بلاست. بلاست لو وقعت، لو احنا في حاله بناء على طول عمالين ننمو لحد نهايه العمر، كان بقى معظمها بلاست. لكن هي ابتدت بلاست لحد ما خليتك زي الفل، خلاص كده شبعت. طبعا ستيل ممكن يتكسر وبنعمل ريموديلنج، فمحتاجين شويه براس، لكن المعظم لازم يبقوا يشتغلوا في البامب. بس ده الرابيد اكشن. منطق ولا مش منطق؟ يعني رابيد كالسيوم بامب ده بالاوستيو سايت وبلاس، بس الممبر اللي سموه سايتس عشان معظمه سايتس. السلو اكشن خلاص بقى، ده ان احنا نهد الكريستالز الكلاس. ده السلو اكشن. على الكيدني بيعمل ريزوربشن، بس هو اهتم بقى في الجيمس كيوب اسئله ثانيه. وغير انه بيعمل ريزوربشن للكالسيوم ويمنع الفوسفيت ري ابزوربشن، عشان الفوسفيت بيقل الكالسيوم يزيد، انه بيزود ال 125 ده هيدروكسيكوليك كالسيوم اللي هو فيتامين دي. هو فيتامين دي ده الابن الشرعي للباراثورمون. يعني لولا الباراثورمون ما كان ميلاد ال 125، لا ما كان ميلاد ال 125، كان هيتولد واحد ثاني. هيدروكسي 25 24 25. برافو عليك. لما حكيت انا القصه قلت ان هو انت في الشمس بتحول بسبب ان هيدرو كوليسترول الى هرمون اسمه كوليكالسيوم. ليه سموه كوليكالسيوم؟ عشان معمول من الكوليسترول وبيأثر في الكالسيوم، يبقى لازم يبقى اسمه كوليكالسيوم. مش منطق ولا مش منطق؟ بص لو الواحد يقرا فيه اولا يحب العلم، ما يكرهش روحه. يسأل الله لذيذ العلم. هو بتعمل من الكوليسترول سيلف ده من الكوليسترول، لأنه كل الاسترويد بتتعمل من الكوليسترول. وهيأثر في مين؟ الكالسيوم. ده سموه كل الكالسيوم. ناقص له 2 هيدروكسيد جروب عشان يشتغل. واحدة هياخدها في الليفر لوحده عند 25، بنبوته الثانية هياخدها في الكيدني جنبها عند 24. فالهرمون قال له يهبل لا كده هتبقى ايه؟ خدها في واحد. كلمه ما بيتكلمش. نشط الوان هيدروكسيليز، الوان الفا هيدروكسيليز انزايم، فخليها ياخدها في المكان الصح. فلولا الباراثورمون ما كان ميلاد ال 125، كان مين اللي هيتولد؟ اللي هو اللي تاني. طيب بس خدوا بالكم، اي شغل على الكالسيوم بيبقى على الديستال، لكن على الفوسفرس يبقى فين؟ فاهمين ليه؟ عشان بفر. برافو. على الانتستين هيعمل ابزوربشن عن طريق ابنه بقى في الانتستين. يعني هو عمل ابنه في الكدني وبعتوا للانتستين يفصلوا الكالسيوم. اه ليه طيب بقى القصه؟ اه ليه؟ يعني الكيدني عملت ري ابزوربشن للفيتامين دي؟ لا اتعمل هو بقى فيتامين دي في الكيدني. هو اتعمل. طب وراح مع البلاد ستريم عادي؟ اه عادي. هو اتكون في الفيتامين، هو ازاي بنمتص فيتامين دي في الكالسيوم في الانتستين؟ ان بنعمل كال بايندين، بروتين يمسك الكالسيوم. ايوه. بنعمل بروتين، يبقى لازم يبقى ستيرويد. اه الباراثورمون ما ينفعش من البوليبيبتايد.
انما 125 ده بيرسي فيلك هتسفر ده من الكوليسترول ستيرويدز هو اللي يرفع مش منطق ما تقدرش الباراثرمون بنفسه يعمل يعني امتصاص للكالسيوم لان امتصاص كالسيوم يحتاج وجود بروتين يمسك الكالسيوم اسمه كاربايدين يبقى يحتاج هرمون يقدر يصنع بروتين يبقى لازم يبقى ستيرويد معمول من الكوليسترول هو فيتامين دي اللي اتعمل في الكيدني لان الباراثرمون نفسه ما يقدرش يعمل دي ليه بقى؟ لان البوليبيبتايد ده يصنع بروتين انا عاوز اسال سؤال معلش بيني وبينكم يعني بقول لكم ايه في المحاضرات؟ يعني الباشا اللي واقف ساعه ايه الكلام مش عاوز اعطل يعني عيب طيب هو المشكله ان هم بيقولوا يعني هم بيقولوا الحاجات دي انتوا مش متابعينها لا هم مش بيقولوا انا اول مره اسمع ان الباراثورمون هرمون هو مش ستيرويد فعشان كده ما ينفعش ان هو اللي يشتغل على الانتستين دي بس المعلومه اللي سمعتيها لا في حاجات تانية اكيد بس دي كانت غريبه قوي يعني فيتامين انا عاوز اقول لكم حاجه ليكم بس عارفين لو بره رحت عملت زي اللي هم بيعملوه عشان كده هم ولا واحد فيهم بيروح غلط هم كلهم بيروحوا شبه انا مش عكسهم في الاتجاه انا بروح غربا وهم يروحوا شبه انا دكتور ناس انا حضرتك لان لو واحد راح هناك عمل اللي هم بيعملوه ده وقرا مع الطلبه بعد اول محاضره الطلبه بتقرا كويس جدا الانجليش بتاعها عالي هم انجليزي بس امريكان كنديين وهكذا فانا بشوف فورا ان هو جاي يقرا باكسنت غلط 100% انا بيبان نطقي بالنسبه لهم زي ما يجي خواجة عارف عربي حلو قوي ان ازيك يا بابا انت عامل ايه يعني بنفهم ان احنا محتاج كالفندين ففيتامين دي سترويد بيعمل كالفندين جوه اللغه دي وما يتضايقوش من الموضوع ده هناك لا فدام بتقول معلومات محترمه يرفعوا القبعه فاهم الفكره؟ كلام تلو الكلام انا فاكر قلت لكم مره طالبه قامت امريكيه قالت لي بروفيسور يو ار دوينج ايماجيك يعني انت بتحول الحلم العلم لسحر سحرتنا يعني بالمعلومات اللي بتقول خلتنا فهمنا ايه القصه انت مش جاي تقرا واعتبرتها يعني مع ان 100% نطقي مش مظبوط لا انسى مره طالبه تانية من كتر الزحمه مفيش زحمه هناك في المحاضرات لما يلاقوا واحد يقول كلام حلو الناس متعطشه يعني الا هنا طبعا هنا لما تخرج عن الكتاب يمين او شمال تفهمهم حاجه مش في الكتاب مشروح هيبقى انت بتعمل لهم امتيشن يعني بيقول كل حاجه مش في الكتاب هي يا اخي كده احفظها كده احفظها كده ربنا خلقها كده مره برضو فاكر طالبه برضو مش طالب هم الطلبه يبقوا يعني جرأة شويه في الطب قالت لي بروفيسور انا فاكر عاوز اسال قالت لي ذيس از فاير هازارد يعني الزحمه اللي انت عاملها في المدرج دي البنت بتفكر لو قامت حريقه طب الاكزيت ساين المدرج معمول لعدد معين مش واخدين هم على الكلام قالت لي ده خطر في لو في حاله حريق قلت لها اتس نوت ماي ريسبونسبيلتي بس هو الحته اللي هي بتاعت وراء خلق خالق هم هناك اتيست لا اقدرش اقولها عمري يعني انا بقول فيك بس هي لو قلتها فيك تتفور ايوه ما ينفعش انك الكلام لا وما في اتيست في اجونست اجنوستيك عارف ايه الفرق ان واحد بيقول ان في قوه ورا الكون والتاني ما بيعترفش اصلا ان في خالق لا الاجنوستيك يعني لا تعني وجود الله من عدم يعني ما عندوش مانع يعني يبقى في ربنا بس حاجه لا تعنيه هو يعني الاثيس لا ده يكافح في سبيل انه يثبت عدم وجود الله خلاص يعني في كده بس ليها بوينت فبقول لهم طبعا الفهم بس ما اقدرش اقول وراء الخلق بقول لهم الفكره اللي بس ليه فاهم فاهم في ناس تبقى فاهمه انا قصدي اقول ايه في ناس كتير بيفهموا بس بيفهموا في فيلم كان حضرته انا اسمه بي كي يمكن يكون معرفش حضرته في دبي او ده بيناقش فكره الاديان بس هو طبعا طلع بحاجه حقيقه ان في خالق بس يعني رؤى مختلفه للناس يعني فيلم قاعد الفيلم كان ممتع الحقيقه لانه قعد ساعتين ونص افتكرت اللي فات ساعه ونص حتى لما خرجت وطلعت من كتر ما الناس مجهوله كوع معمول في اطار كوميدي بس الخرج اللي لازم يبقى فيه خرج دي حاجه رائعه اللي بسطتني ان هو يعني ما يعني برغم ان في بدايه الفيلم كان يبدو انه اتاكل بس في الاخر اثبتها يعني قال هو الحاجه اللي بيعترض عليها الاختلافات بين الطوائف والطوائف داخل نفس الدين وداخل نفس الطائفه فكرة الرؤى المختلفة إنما 100% قال إن هناك الله يعني. ما عليك.
تقولش الكلام ده هناك. انا قلت لك ده اجابه السؤال. قلنا الباراثورمون وظيفته الوحيده يعمل ايه في الكالسيوم؟ يزوده. وبقى جه من الغلف بقى اللي مش تحت اسيد كتري. الكالسيوم ليه برضه مش تحت اسيد كتري؟ يعني ليه ربنا خلى دول تحت تأثير ودول مش تحت تأثير؟ عشان كده كده لازم تعطي كالسيوم جلد. لا وغير كده كده السيرويد اصلا بتبقى حاجه خطيره. الثيرويد ما علاقتها بالكالسيوم بسيطه جدا. الكالسيومين مش تحت تأثير الكالسيوم مش عارف. هي ليها فكره. برضه دي من الحاجات الناس مش فاهمها. الثلاث غده اللي تحت تأثير الكالسيوم دول الاكشن بتاعه مش مستعجلين عليه. فيحتمل ان الهايبوثالامس تقول للبيتيوتري الريليسنج فاكتور، البيتيوتري تقول للثايرويد. ده مش كده بس، في اثبات تاني رائع الناس مش واخده بالها منه، ان نفس المجموعه دي لو خدتوا بالكم هي اللي الاكشن بتاعها بيبقى سلو، لان الجونادز بتطلع ستيرويدز والادرينال كورتكس ستيرويدز والتي 3 والتي 4 بتوع الثايرويد دول عن ستيرويدز بيشتغلوا بالليبيد سوليد. فالموضوع كله ماشي بطيء، بطء في الكنترول وبطء في الاكشن وبطء في الاكشن. يعني اشمعنى التاتا دول؟ ما هو ده سؤال عميق برضه. يعني هو هي مصادفه عشوائيه ربنا نقى ثلاثه تحت تاثير كده التاتا؟ لا، لها فكره. لو الانسان دقق هما دول الثلاثه اللي بيشتغلوا سلو سوليد اللي هو الاستيرويدز ومعاهم الثيرابس، حتى الميكانيزم اكشن بطيء والكنترول بطيء. عارف الظاهر مسؤول في كتير كتير كل ليه غدا اللي بقى يحتمل البور. لكن حد الكالسيوم يحتمل البور لان الكالسيوم ده وطي يحصل لك تيتاني تموت تختنق. فلازم صد ردك كالسيوم يقطع يطلع الباراثورمون يزوده على طول. ومثلهم الكالسيوم عشان كده الكالسيوم مش تحت تاثير تي اس اتش عكس الناس كده فعلا عشان ايمرجنسي. اه زيها الانسولين الجلوكوز ده لو وطي يحصل لي غيبوبه. فالانسولين عالي وطيه هرمونات ثانيه علوه اكشن دايركت اكشن ومش كده. والميكانيزم اوف اكشن لو خدت بالك كان مين بقى اللي صراع؟ البنكرياس والباراثايرويد اللي هم الثلاث غدد التانيين ومعاهم الكاتيكولامين. فيري رابيد اكشن. يبقى رابيد في الكنترول ورابيد في الاكشن. هل بيكتبوا الكلام ده؟ لا. هل مكتوب في تكست بوكس؟ لا. مكتوب فين؟ في مخ العبد الله، لأنه يرى أنه وراء الخلق خالق، فبيغوص في المعلومات، فالناس تقعد تقول لك الكلام ده ما عمرهم ما قروه ولا هيقروه. بس فقامت ادي بروفيسور في أردوينج ماجيك، أنت دخلت دماغنا. إيه ده؟ إنما هنا الناس عم تقرأ. خليهم يقروا. اللي بيعرف اللي بيحزنني هنا إيه؟ إن بره الناس تقدر الكلام ده، هنا لا. ادام بتقول حاجه مش في الكتاب يبقى انت بتعلمها تو اي زياده بالامانه. بكلمكم من الامانه والصدق معايا. بس اقول لكم حاجه اللي حزنني اكتر، ان يعني في من 3 4 سنين ما كانتش كده الحقيقه. يعني حصل فانا لما غبت سنتين تم مسح دماغ الطلبه، رجعت لقيت دماغه منسوخه. يعني هم بقى الظاهر كان في شبح العبد اللي موجود برغم انه بدانا مشيت. فهم طبعا هيقعدوا يسمعوا الطلبه اللي بقوله على الويب سايت ويقروا المذكرات، وهم مش هيشتغلوا، هم ما صدقوا انه غلط معاه. فبقى جابوا الطلبه وما كلهم بقى اشتركوا في مسح الدماغ. ان اهم حاجه كتاب الاسم، واهم حاجه كلام الاسم، ولو كتبتوا كلام الراجل ده هم مش عارف ايه وايه ايه، ومش مهم الفهم، مهم تبقى كاتب زيهم بالظبط. فطبعا تخيل بقى كل بيتكلم ومفيش، وحتى انا ما بردش لان حتى هم مش فاهمين كيف تفهم الموضوع مش موجود اساسا. انما قبل السنتين دول قبل ما نمشي ما كانش كده على الاطلاق. اقول لكم حاجه بالامانه، ما كانش في حد اخر بيدي في سيولة تقريبا. يعني كل واحد لو خدوا طالبين يبقى كتير بالامانه. واسالوا بقى اللي اقرانكم قبل كده، لان طبعا كانت الطلبه زي بره اللي عاوز تفهم متحطش الفهم. في السنتين دول قالوا قبل ما يرجع تاني، لو رجع احنا نمسح دماغ الطلبه تماما. يقعد مش عارف فاهم ده بيقولوا كلام مش مكتوب في الكتاب. لا اهم حاجه في الكتاب. على فكره بالعكس جدا، انا السنه اللي فاتت ترم اول سنه اولى كنت بسمع التسجيلات بتاعت حضرتك، دخلت الامتحان بيه ما كنتش مذاكره كويس. انا لسه نص الدق. ما هم بقى اللي انا ما كنتش اقول اقوله نص
اساتذه الطب انا درستهم نص الاساتذه زملائي درستهم كده الوزراء منهم اشرف حاتم اخر واحد وزير درسته هو ومراته وابنه حفيد السادات جاي عبد الغفار في 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 المركز ده ابن عبد الحكيم عامر اللي جابوه في صديق العمر عمرو انت درسته في بيت عبد الحكيم عامر نفسه كنت بطرده حتى من البيت والحرس تحت بيقول له ايه بيقول له ايه قاضي بتكلم فيه في هذه السنتين انتهينا من الوضع ده دي اللي حاجه الوحيده اللي مش عامل طلبه لا يعني عامل لكم حاجه بالامانه بالكل ده يعني انا المجيء لمصر بالنسبه لي يعني ماديا خساره لان هم دي ابريشيت بره تفاهم يعني مية المية ده خسارة انا بحب مصر في حاجة حلوة انما انا زعلان لحاجة تانية هل تم مسح دماغ الطلبة بالطريقة هل بقى يعني بقى العلم اهم وعاوز اقول لكم حاجة ولا اقوله لكم كذب محض افتراء لان انا معظم الناس اصدقائي ويقدروا لعبد الله كقيمة علمية يعني محدش بيتضايق من كلامي ابدا بس هم عشان الناس ما ترتبطش بيا على الامور حاولوا بقى بصوا اهم حاجة الكتاب مش جعل الامور مش مهم الفهم المهم بالشكل بالظبط لغات كلمة ده غير حاصل لا مهم ده طريقة بسيطة عندنا حوالي 30 عضو هيئة تدريس الزملاء بالامانة خدوها مني يعني كاولادي كل واحد بالعافية حافظ الجزء اللي نقله مش عاوز اقول اللي كتب ده ما حدش بيكتب انما ما قراش الاجزاء التانية هو في دماغه شوية حاجات مش بقول ما يعرفهاش يعرفها بس مش حافظ زميله كاتب ايه ففكرة ان هو بقى كتاب الاسم يعني كلهم حافظينه وده الاجابة المزاجية دي كانت تخدم بارت 1 غير بارت 2 وده ناقل من هنا وده ناقل من نفس الحته بس يعني ناقل كوبي بس نفس الكلام كانه مثلا ما راجعش على اللي فات هم قايلين كده طبعا مين ما راجعش ده انا اثبتها لكم طوال الكورس بس لسوء الحظ في ساعتين ده ما عدا وجود حد يتكلم اللي هو عبد الله الحقيقه انا احييه نجحوا في المهمه مش عارف اقول اجراميه في مسح يعني ذهن الطلبه تماما في خلق جيل بقول ابسط حاجه بقول مصر الى اين لو هو ده منظر الناس اللي هي عاوزه تحفظ والشبر وده الجامعه دول صفوه الامه اللي هي اعلى مجاميع اللي بيدخلوا كليه الطب بقى وصلوا لهذه الحاله يعني خوفي مش عليكم بس على البلد خلاص لا ما خلاص احنا على فكره نحن بنات الاحرار احنا عملنا حضاره وكان في وقت الدنيا مش حضاره عارف ليه الناس كانت بتفكر يعني هل دي طريقه حاولوا تقولوا كلام احفظوا اللي بقوله حتى لو مش موجود قولوه فالناس تنبسط حفظوا الكلام الكافي 1973 من الكرين الالكتروني لا ادي اللي خدوه حاجات تجنن حتى دي مش شغل عاملينها مش معايا اصل انا اشتركت في حرب 1973 كنت نايم في القصر وديها قصه بس مش ده الوقت ده في الكالكوليتنج فاكتور كمان 1900 يعني 10 كل القصه دي انا ما بحفظش حاجات خالص يلا ما عليك المهم الباراثورمون يا شباب اهم حاجه اللي بيزود الكالسيوم اهم حاجه تطلعه نقص كالسيوم وده اللي قادنا للثلاث غدد دول لازم يشتغلوا بسرعه في طريقه العمل وطريقه الكنترول وهكذا الديس اوردرز بقى التيتاني نقص الكالسيوم يؤدي الى بس نقصد اي نايس كالسيوم لا زيادة في الاكسيتابيتي وانا بقول الكالسيوم يعني كلمة واحدة بس قولي الاكسيتابيتي ده الايون المخول للاكسيتابيتي مين تاني واحد؟ لا المغنيسيوم مهاب البوتكس عشان كده بس انا مش جاي اشرح نظري النهارده ان الاكشن بتاع الباراثورمون على الكيدني كان بيزود المغنيسيوم على الظهر ليه علاقة بالموضوع دي مش عشوائيات هو بيزود الكالسيوم والمغنيسيوم نص القفعيه الكالسيوم هيزود يستفيد من زياده المغنيسيوم دي سواي اشتغل بيزود الهيدروجين ابزوربشن شباب بس احنا بنتكلم ليه؟ لانه ده بيزود الايونيزيشن في الكالسيوم احنا يهمنا الكالسيوم متقيم دايم دي سواي بيزود الكالسيوم واللي يدوبه ده عشان يبقى فعال اللي هو الهيدروجين واللي يشتغل زي اللي هو ليها شرح هم بيقروها في المحاضره بيقفلوا انها اي حاله كده تصرفات جت معاهم كده صوت مش ولا صوت لا وراء الخلق ما علينا
فالتيتاني زياده في الاكساتامين طبعا تؤدي الى كونتاكت بسبب نقص الايونايزد كالسيوم مش كالسيوم الايونايزد. معنى التيتاني ان هو يفضل في البلاتو لا هي التيتاني زياده يعني الاثرون في ليتن تيتاني في مانيفستيتد ان الاكساتابيلتي زادت لدرجه ان يحصل كونتراكشن في شكل التيتاني بيسموها تيتاني. التيتاني اللي هي جايه من كلمه تيتا ناس اللي هي كونتينوس كونتراكشن. لان حتى وانا كنت بدرس في العملي وانا معيد كنت اقول لهم فاكرين تجربه سيبرت كونتراكشن وبعدين كلونس وبعدين تيتاني عشان احبب الطلبه في العملي ما يحسوش احنا بناخد حاجات تافهه اقول لهم بصوا يا اولاد في مرض اسمه التيتاني كانوا بيبقوا لسه ما جاتش تاني لما تدرسوه بس خلوا الناس اللي يشرحوا لكم يشرحوا لكم كويس هتلاقوا العيان الاول يحصل له فيبريلار فيتشز وبعدين كرونيك كونتراكشن كلونس وبعدين تيتاني اللي هي التجربه دي سيبريت فيتشز فيبريلار فيتشز وبعدين كلونس وبعدين اه امال ليه بناخد العملي؟ هم ولا هنا هم فاكرين دي حاجه مالهاش علاقه باللي جاي لدينا. طيب المهم اشهر سبب ينقص اللي هو الهايبر باراثيرميز ده هم اكتشفوا ازاي غده الباراثيرمون ان لقوا العيان كان زمان بيشيلوا كل الثيرون بما فيها الباراثيرون بعد 10 دايز العيان بيحصل له تيتاني ده كان كوستيك مش كده بيجيبوها سؤال هو ممكن الفايبرين تويتشز يعني بيبقى فيه ريلاكسيشن كامل وبعدين كمبيوتر ريلاكسيشن وبعدين هايبر باراثيرميزم دي في كتاب مش مهم قوي بس عندنا مهم يعني هم مش مهتمين بيها في كتاب النظري اللي هو زياده الفيتامين دي يؤدي الى زياده ال كالسيوم هنا بقى بيؤدي الى ابنورمال هارت ريدمز وشورت كيو تي انترفال هو كان كده الدكتور كمان ان بيبقى في ويك كونتراكشن بعد كده بيحصل طب بالعكس هو في الاخر بقى لما بيزيد الكالسيوم الاول الكونتراكشن يقوى وبعدين لو طبعا بيقوى بياخد وقت ايه؟ ايه رايك؟ الواحد بيجري بقوه بياخد وقت ايه؟ قصر برافو يعني عشان كده كيو تي شورت يعني ليه كيو تي شورت عشان الكالسيوم زاد في الاخر بقى من كتر ما واحد يشتغل على طول يشتغل على طول العضله ايه؟ تنهك اوستوماليجيا بقى due to secondary hyperparathyroidism in patient with chronic renal failure بسبب نقص البلازما فوسفين يعني دلوقتي اللي عنده hyperparathyroidism الكالسيوم بيحصل له ايه؟ بيزيد فالفوسفين ده يحصل مرض ده كرونيك رينال فيلير اسمه اوستوماليجيا انا اي داوت ان هم فاهمين الفرق بين اوستوماليجيا واوستوكوروزيس واوستوبينيا واوستوارثرايتس بصوا يا بجاوب لكم انا ايه الفرق ده بيحصل علشان اعاده السولابيلتي ماليجيا يعني ضعف في اليونيفورم بونز يعني مش احنا في ريموديلنج تملي بنشيل ونركب ونشيل ونركب لما يبقى اللي بيتكون جديد ضعيف يسموها اوستوماليجيا لما القديم يضعف يسموها اوستوبينيا لما تتفاقم تبقى اوستو بوروزيس اوستو ارثرايتس مش علاقه بالعظم اسم خطا اللي هو تآكل الجوينتس الكارتج فيؤدي لل تكتبوا ايه؟ مش وقتها دلوقتي يا شباب يعني بصوا كان يبقى عندي محاضره ومده طويله اقعد بقى نطلع جيل ناس بتفهم انا وانا واقف في دبي بالامانه واقف عندي كده حتى كانت بنتي اتاخرت ومعيش تليفون بتاع دبي كنت يعني عاوز اروح مطار لقيت تلاتة تلاتة دكاترة بس دكتور ناجي جنيدو حتى قلت له بصوا أهم حاجة معاكم تليفون عشان أنا سبت تليفوني عندي تليفون بكارت يعني في دبي مش عارف أجيب خط أنا أروح على الدعاية في السنة وسبته وأسيبه وأستخدمه أما بقى هناك بعدين فجأة أتأخرت فيه عليا قلت لها تعالي لي عشان توديني المطار ده قلت له أهم حاجة معاكم تليفون قال لي أه خدت تليفون كلمتها قلت أنا مستني ما تنتخرت يعني عرفت إنما فرحت يعني في نص ساعه وقفتها قابلت ثلاثه ده اسمه بس عادي يذكروني لما تيجي العراق عندنا ايه لما تيجي عندنا العراق كمان عندك اديت كتير اديت في كل الوطن العربي الحقيقه يعني لحد ابن جابر الصباح في الكويت اللي عيله الانصاري في الامارات والعتيبي اديتهم في السعوديه كتير قوي قوي سالم مجموعات ضخمة نعم يا ستة أنا كان داخل عندك
فكل الوطن العربي وسوريين زمن تعاون ويمن زمن تعاون، بس اخر سنتين مشيت بقى زي ما بقول لك شايف مسح دماغه تماما. فهموه ان كل اللي حصل ده في السنين اللي فاتت كان ضد مصلحه الثوره. هو بتقول ان اي هايبر بالانس هيبريزم يؤدي الى اوستيوماليجيا ولا بس اللي هو بيكون ساكرين دي؟ لا ما بص، اصل اوستيوماليجيا دي سببها فعلا نقص فيتامين دي، يؤدي لنقص الفوسفيت، يؤدي الى ان العظم الجديد هي ده تعريف اوستيوماليجيا. بس عاوز ناس فاهمه قوي. نقص الكالسيوم، نقص الفيتامين دي يؤدي لنقص فوسفيت، يؤدي الى ضعف النيولي فورمد بونز. دكتور، هو دايما في الطبيعي بيبقى نقص الكالسيوم بالمعادل دي زيادة في الفوسفيت عشان السوليبيليتي برودكت. يعني حصل ضربهم يساوي سالب اللي هو السوليبيليتي برودكت. هل السوليبيليتي برودكت ده؟ لا بص، اصل انت داخلني في مواضيع مش عاوز اشرحها دلوقتي. البلاد لا يميز الكالسيوم من الفوسفورس. فيدوب مين كلاهما؟ شوف يا سامعني كويس الشرايين، فيدوب ادام عملت كده يبقى دي سمعت لي 100% خلاص. فيدوب من كليهما كميه ثابته، يعني هو ما بيفرقهمش. فلو دوبت فوسفيت كتير يبقى اللي باقي دوبه من كالسيوم يبقى قليل. فاحتمال لي حصل ضربهم يساوي ثابت. هذا الثابت مش ثابت ازلي ابدي، ثابت بثبات البي اتش. لكن لو وسط اسيدك بيدوب منهم هما الاثنين اكتر فالثابت يزيد. لو الوسط الكلاين يدوب منهم اقل ما بيدوبوش فصرا فالثابت يقل. ده الفهم الحقيقي يعني ايه حاصل ضربهم يساوي ثابت. البلاد لا يميز الاثنين من بعض، يدوب منهم كميه ثابته عند بي اتش ثابت. لكن تزداد في الاسيدوزيس الثابت ويقل الثابت قيمته في الالكالوس. هل هما مكبين كام ده؟ ما فيش كام. عاوز ناس تقعد تقول محاضرات يعني زي بيعجبني ربنا يديله الصحة وطول عمر الدكتور رشيد. أيوة أيوة. حاجة بقى من المعلومات التي لا تعلموها إن رشيد ده دروس كتير. أيوة. زملته كان هما لا الطال اللي بياخد عند عبد الله ياخد عند رشيد، بياخد عند رشيد عند عبد الله. يعني ما كانش حتى في مراكز، كان في بيوت. الترابيزة موضب أنا نفسي مع رشيد. هو داخل أنا خارج، أنا خارج هو ده. لأن نفس نوع الطلبة، الناس اللي عاوزة تفهم. فكان يعني كده تآخي وترابط كده، هو بيمتعهم في الباي والعب لا يحاول ان يمتعهم في السيرج. فده نفس النوعية. بس لو مشي بس ما مشيش شويه ومشي شويه برضه هيمسحوا اللي هيقولوا له ده بيفقدكم. لا ده كتاب اسمه وكلام. فيتامين دي بقى يا شباب اللي هو 125، وقلنا بقى ايه انه بيتعمل في الكليه عشان كده في كرونيك رينال فيلر. من ضمن يعني كوارث الكرونيك رينال فيلر مش اللي عام بس مش عارف يتخلص، اللي بيبقى عنده هشاشه في العظم ما فيش فيتامين دي بيتعمل، وفي عنده مصيبه ثانيه انيميا لان ما فيش اريثروبروتين. بس دي طيب الاكشن المين بقى الاكشن بتاعه فين؟ هو ابوه بعته فين؟ بس ده هو المين. قال له روح هناك اعمل لنا ده انت استيرويد، اعمل لنا بروتين يمتص الكالسيوم. لا الاكشن بتاع فيتامين دي جينوميك. ايه؟ جينوميك اكشن. لا طبعا. هو دي اكشن على البوم بقى. لطيف قوي بقى ان هو اذكى من الاثنين. يعني الباراثرمون يحطه بالبون، اكبر معمل تحطيه بالبون. الكالسيوم يكون البون. فيتامين دي لا، اهم حاجه الكالسيوم في الدم. يبص له، لو عالي يحط بالبون. الاواطي يطلع من طيب. عشان كده من اهم الحاجات اللي بنعلمها كنت غمران بطل ما كنت بدرسها، اللي عنده ضعف في العظم اوعى تديله فيتامين دي بس، لازم الاول تملى البلاد بكالسيوم وبعدين تدي وراه فيتامين دي. فما لاقي كالسيوم كتير وحطه في البول. ان ما فيش كالسيوم كتير تدي فيتامين دي هيديها لك اكتر، لان هو اهم حاجه عنده البلاد. هو البلاد يحط عينه على البلاد قبل ما يحط عينه على البول. للي يفهم يبدو بالصبر قادرين نجيبها. خد بالك بقى الادرينا جلاند الكورتكس بتطلع ستيرويد، لان الكورتكس هي بتطلع 6 هرمون، انما المضله بتطلع بيبتايدز اللي هو من المضله. هو اكشن مش بيبتايدز، هي بتطلع معمول من 1 امينو اسيد اللي هو التحليل النور. هاويفر خد بالك الستيرويدز محطوطين مع
في مجموعه مع الثيروكسين مع الجونادز، الكاتيكولامينز مع المجموعه الثانيه اللي هي البروتين والبيبتايدز، انما هي بتراش بايز معمول من امينو اسيد. يعني الفوت هلو الكورتيزول بقى بيطلع من الزونه في السكيولاتا، بنقسم الاكشن بتاعه لثلاث مجموعات حسب الليفل. في بيرميسيف رول، يعني ايه؟ هو ما بيعملش العمل بس محتاجين كميه صغيره عشان العمل ده يحدث، يدي بيرميشن ليه. المهم على الاطلاق ان الكاتيكولامينز ما تعملش برضه كونستريكشن وتحافظ على الضغط من غير كورتيزول. ولها تطبيق مهم جدا في الطب، ان لو عيان انهار ضغطه في اوضه العمليات ومفيش دم نديله كورتيزول، مش هو اللي هيعمل برضه كونستريكشن، هيخلي الكاتيكولامينز يعمل برضه كونستريكشن. طيب في اكشن بقى في الفيزيولوجيكال دوز، وفي اكشن بهاي دوز اللي هو اهم اكشن انتي انفلاماتوري. يعني ايه كورتيزول بيستخدم في الاف الامراض؟ عشان هو فعال ضد الالتهاب. مين الاورجانيل اللي بيعمل الالتهاب؟ اللايسوزوم. لما تنفجر تطلع بروتيتيك انزيم يبهدل الخليه، هو بيمنع انفجار الحقائب الانتحاريه اللايسوزوم، بيدي اكتيفيت، عارف الحقيبه الانتحاريه عشان ما تبهدلش اللي حواليها بيعملوا لها دي اكتيفيشن، هو بقى بيقوي الممبر بحيث ما تنفجرش اللايسوزوم او وبيقلل البروستاجلاندينز. بيقلل البروستاجلاندينز، البروستاجلاندينز مهمه برضه في الـ في الانفلاماتوري. يعني فازوبيلاتيشن والحاجات اللي بتطلع منها المتابلايتس بتاعتها بتساعد في الانفلاماتوري ريسبونس. لا لا، اصل البروستاجلاندينز انواع كثيره، في انواع بتعمل لايتيشن وانواع بتعمل ترانسفيكشن. هو بيعمل بنقولها في المجمل بيقلل، بس هو بيقلل انواع معينه. بس يعني بيوند ان احنا نقعد نتكلم بقى مش ديتيلز مش معنى. وبيقلل فاجوسيتوز بايوتوبلاد سيلز عشان كده بيقلل الاميونيتي. طيب دي مهمه، هم ليه سموهم جلوكوكورتيكويدز اهم اكشن بقى؟ لانه بيزود الجلوكونيو جينس خلاص، حتى الانزيمز اللي بتعمل جلوكونيو جينس بيزودها، لان هو ستيرويد بيعمل ثانسز، هو بيزودها ازاي افكر؟ مش هو ستيرويد يبقى بيعمل ثانسز للانزيم اللي هي بروتين، الانزيم بروتين اللي بتعمل جلوكونيو جينس. بيعمل لايبوليزيس؟ ديفنتلي كلهم، مفيش حد بيعمل لايكوجينسيس غير واحد. كنترول برضه بالاس تي اتش، وفي دايورنا ريزم بس يطلع امتى اكتر؟ دي بتشتغل امتى الغده دي؟ الصبح اللي هي بتاعت الاستريس. وبرضه بالفيدباك، شفت بقى الادريان كنت جاي السؤال كنت بتساله، والاتروفي افتر ريموفال وانتيريور تيوتر، لما تشيل التيوتر تشيل الاس تي اتش. الاس تي اتش مهم للاناتومي وللفانكشن. ايه لو شلت البيوتري مش اس تي اتش الغده مش بس ما طلعتش الهرمونز حصل لها، انا اديتك القاعده العامه ان الهرمونات دي مهمه مش بس للفسيولوجي بتاع الثلاث غدد دول اللي هم الثيرويد والكورتكس والجونادز، فسيولوجي والاناتومي بيزودوا السايز والفاسكولات وهم مرتبطين ببعض. ما انت مصنع عاوز يصنع كبره يا اخي وهات له مواد خام، فهم بيزودوا السايز والفاسكولات عشان يقدر يصنع. هما مش دي حاجه ودي حاجه، هما مرتبطين ببعض. طيب ديس اوردرز بقى لو زاد الكورتيزول يدي مرض اسمه ايه؟ كوشنج. طيب هنا الكوشنج فيه نوعين، لو الغده نفسها بتطلع جلوكوكورتيكويد كتير يبقى برايمري كوشنج، لو بسبب زياده الاس تي اتش شغل الغده اكتر فطلع كورتيزول اكتر تبقى سكند كوشنج. فمن ضمن اسبابه زياده الاس تي اتش. بس يبقى السؤال الرائع، لما يبقى سببه زياده الاس تي اتش، الاس تي اتش ده هو اللي بيعمل بيجمنتيشن في الهيومن بينز. في الحيوانات مين اللي بيعمل بيجمنتيشن؟ البيتا مالانو سنتستيماتيك هرمون اللي هو طالع من ايه؟ من الانترميديات لو اللي في ستوج اللي هي روليمنتري في الانسان. فمين اللي حل محله؟ الاس تي اتش. فلو زاد الاس تي اتش من اهم الاعراض يحصل بيجمنتيشن. في هرسوتيزم ده لسبب تاني، لان هو لما بيطلع كورتيزول جزء كبير منه بيتحول لاندروجين. ليه بقى؟ لان المسار واحد، يعني في ماده مشتركه بتطلعهم كلهم اسمها بريجنولون. فاكشن لما بيزيد الاس تي اتش ما بيزيدش الجلوكوكورتيكويد بس، وبيزيد كمان الاندروجين اللي بيطلع من الادرينال كورتكس. لان حقيقه الامر ان الزونا فاسيكولاتا والريتيكولاريس بيشتغلوا في الانسان كون يونت، اللي هم بيطلعوا جلوكوكورتيكويد وسكس هرمونز اللي هو اساس الاندروجين. في الانسان هم ده مش 3 لايرز زي بقيه الانيمالز، هم اكشن 2 لايرز، الجلوبولوزا بتطلع السترول والاثنين تانيين مع بعض.
بتاعت الانسترون دي ما بتحبش الاس اتش قوي، ده اخر واحد ياثر فيه برضو، لانها حاجه لها علاقه بالالكترولايت شغاله صد رد، هي بتزود الصوديوم وبتنقص البوتاسيوم، هتطلع البوتاسيوم يزيد او الصوديوم يقل على طول كده، لان فيها الكترولايتس مش هنستند، لان اي لخبطه في الكترولايتس تلخبط الدنيا. فعشان كده الزونه جلوميرولوز اساسا مش بالاس اتش، اس اتش نمره 4 يزودوا في الاستريس بس. طيب نيجي دي ده الكوشن الاريسون بقى اللي هو الهايبو فانكشن كرونيك هايبو فانكشن. هنا خد بالك لما يقل الكورتيزول الاس اتش يحصل له ايه؟ لما يقل الكورتيزول بالنيجاتيف فيدباك الاس اتش فبرضه بيجمنتيشن طبعا. طب ايه الفرق؟ لا هناك البيجمنتيشن كان في السكند الكوشن مش البرايمر، يعني لو الغده طلعت بصولي هنا طلعت جلوكوكورتيكولز كتير فيها ورم طلع جلوكوكورتيكولز، يبقى هذه الاس اتش حصل له ايه؟ زي يزيد؟ لا الاس اتش يقل من نيجاتيف فيدباك، يبقى البرايمري كوشن فيها فالور بقى. لما يبقى العيب هنا طلع جلوكوكورتيكولز كتير قلل الاس اتش بقى عنده فالور. انما لما يبقى العيب ابتدى هنا طلع اس اتش كتير طلع جلوكوكورتيكولز كتير يبقى فيه بيجمنتيشن. في الاديسون اساسا الغده بايظه ما طلعش كورتيزول فالاس اتش زاد فيبقى فيه بيجمنتيشن. يعني برايمري كوشن ما فيهوش بيجمنتيشن. لا بالعكس فيه بالور، مش بس مفيش بيجمنتيشن فيه بالور. طبعا هنا مفيش جلوكوكورتيكويدز لان الادسون ده باص كل الغده باص، والادسون ده هو مكتشف الكورتيزول وسماه كورتيزول ليه؟ حاجه بسيطه خالص زي ميكسيديما. ليه ميكسيديما؟ عشان ايديما معاه ميوكس عشان كده نصبي كريت اللي كريت العكارة لأن الأمراض الروما كانوا بينسوا الناس بيعزلوا العبط في جزيرة كريت في كريت لسه في شوية ناس بيعزلوا ايه؟ بيعزلوا اللي هم عبط اليونان بيعزل الفلاسفة أفلاطون وأرسطو مش هيقعدوا مع عبط هم اليونان بيستعرض بالفلسفة الفلسفة اليونانية فقرروا إن كل العبط يعزلوهم في جزيرة كريت كريت في البحر الابيض. كريت؟ ايوه ايوه. فبقى كريت معقل العبط في العالم، فاي واحد عبيط في حته ثانيه في العالم بقى يسموه ايه؟ كريتن. افتر ذا نيم اوف كريت ايلاند. كانت هذه فقره معلومات عامه. لا بس هي المفروض المحاضره كده، المحاضره لازم الطالب يدخل كده يحس وطلع بجرعه ما يقدرش يطلع بيها لو قعد يقرا لوحده. ولا ما يروحش يروح يقابل ايه؟ ما يقعد يقعد. طبعا لما يقول لي جروب كورتيكويدز يبقى يحصل هايبوغلايسيميا. وطبعا لما يقل الالسترون يبقى يفقد الماء فوق الميه فيحصل هايبوتنشن. اهو عشان هايبوناتريميا. ولما تفقد ماء الملح ما بتفقدهاش في البول بس تفقدها في الفقرات فيبقى في دايريه. وطبعا واحد ضغطه وطي والسكر وطي يبقى عنده مصل. في الاكيوت فورم مميت الالسون ده بيدي الالسون كرايسيس يعني ازمه يعني كتر الدائريه والحاجات دي كان بالظبط عندك كوليرا لو ما اديتش العيان كورتيزول في السبوت والهايبوتنشن. طيب نيجي بقى لنرالو كورتيكويدز اللي اهم واحد فيهم مين؟ الالدوستيرون كلنا بقى ليه سموها الستيرون ستيرويد ستيرون لانه تركيبه ستيرويد. طب وليه الدر؟ برافو عليك لانه متعلق بالمية لانه هو بيحتفظ بالملح هو من ثم المية فسموه الدوستيرون. ده ستيرويد which is related to water ده اصل الكلمة المفروض تقال الكلام. صدق مرة ليا زميل في امريكا ده وورد نون كان معانا في السويس يعني من البيست 10% حتى كداخل عنده اسطول كده مرسيدس اس برضه قلنا اجيبهم شوية كان معانا في السوشي فانا بقول الحاجات دي فقلت انا هكتبها كلها في النوتس هو اللي منعني قال لي اوعى تكتبها انت تقول لك فقلت له ليه؟ قال لي اول ما هتكتبها مش هيقولوا دكتور ناجي كتبها لنا وعلمها لنا كل الناس هتقولها وتدعي ان هم كل الناس عارفاها قال لي اوعى تكتبها قول ده سبحان الله خدت نصيحته هو سبب السوشي ابن راح انك اشتغل اونكولوجي. الاكشن بقى اهم وظيفه الالسترون عشان يحتفظوا بالماء لازم يحتفظوا بالماء. انا
يعني صوت قريب من فم ماي ويرمي عوضا عنه بوتاسيوم او اتش. ايش معنى بوتاسيوم او اتش؟ ايه العلاقه بينه؟ يعني هو بياخد ملح ويرمي بوتاسيوم او اتش، ايش معنى لو ايه اللي يعني؟ ولا هم جت كده؟ برافو. لان هو بيظبط لو في اسدوز يرمي هادي، في الكالوز يرمي بوتاسيوم. حتى قلت انا ليه سموا البوتاسيوم كيل؟ حرف كيل. من كلمة كاليوم، لا مش الكالوز المزارع صديقي بغلط. كاليوم من كلمة كالوي بالعربي، انا بسألها في امريكا. يقولوا لي اصلها لاتيني، اقول لهم لا اصلها عربي، واحكي لهم القصة. العرب عارفين ان ربنا عمل كل حاجة على ميزان. فأدام في أيوم مسؤول عن الحامضية بقى في أيوم مسؤول عن الكالوية كالميم، بس وعندهم شقافة للدواء بالكيل فالناس العرب الاثنين مع بعض عشان ما يحصلش الأسيدوزز ولا لا هو بنسب بقى حسب يعني هو في البرنسبل سيلز ترمي بوتاسيوم بالكيل سموها تي سيلز حتى وفي سيلز تانية ترمي الهيدرو اللي هي انتركيد يعني انتركيد محشورة تعلمناها الأجيال دلوقتي كل الناس بتعرفها الأساس هي البوتاسيوم ثم بوتاسيوم ثم بوتاسيوم أو حاجة معاك؟ كنترول بقى شوف أربع حاجات آخرهم الـ STH يعني هناك ما كانش غير فيه غير الـ STH بس شيل البيتيوتري مفيش كورتيزون إنما هنا الـ STH مع بعض لأن هنا بدفع إلكترولايتس هو بيزود الصوديوم وينقص البوتاسيوم يبقى أنت المفروض يطلع لما يحصل لما الصوت بيقل او البوتاسيوم يزيد مين اهم؟ البوتاسيوم حتى قلت ان الليثال انجكشن لما حكيت القصه الحقنه المميته ما هي الا بوتاسيوم يعني الخطر هو البوتاسيوم في الجسم وده ربنا اللي عامله ففاهم الموضوع فين فيطلع بالهايبركاليميا ثم الهايبركاليميا ثم الهايبركاليميا الهايبوناتريميا مش نمره اثنين نمره ثلاثه شوف الزول نمرة 2 انجيوتنسين 2 اللي كان بيعلي الضغط بطريقتين بيعمل فازو كونستكشن ويطلع الصون يحافظ على الباب يعني بيزود قله الحاوي بيزود المحتوى ويصغر الحاوي المحتوى اللي هو بيعمل سوق الدوتر ريتنشن فبيبدا بالمايل تزيد فالضغط يعلى ويعمل فازو كونستكشن يقلل الجسم يعملوا الاثنين كده كمان الله فبيقلل بلاد فوليوم يزود بلاد فوليوم الكوليسترول ده هنا امتى بيطلع يا بابا؟ بيطلع لما الفوليوم يقل ده الكنترول مش الاكشن. امتى؟ هو الكنترول عكس الاكشن يعني هو المفروض بيعمل اكشن معين يبقى لما الاكشن ده مش موجود يطلع عشان يعمله. يبطني فهمت القصه؟ يعني طب ليه البوتاسيوم يعني ليه احنا قلنا البوتاسيوم ولا عافيه كده اهم من الصوديوم؟ لان تغير واحد في البوتاسيوم يطلع الكوليسترول 1 مللي كوبري لما تغير 20 مللي كوبلن في الصوديوم عشان كده المهم اللي عاوز اقول لكم انتوا بتقرا انت مش حاسس احنا بنقول ام اس كيو انت حاسس بتقرا الكوارتر بتراجع في الكوارتر فدي واحد من يعني من الحاجات الرائعه اللي من عليها بيها الخالق على عبد الله الفكره ازاي نعمل مذكره هي في الاصل معلومات الام اس كيو مرتبه على الموضوعات فالطالب ما يزهقش ويحس انه خلصنا هو ثلاث ارباع الدكراين وانت مش حاسس ان احنا راجع مسكو انت فاكر ان انا بشرح الدكراين هو انا ما بشرحش الدكراين انا بقول لك الجمل بتاعت ان احنا نجيب الكتاب ونقعد نحل مع بعض الطريقه الهبله انت بتتابع ربع ساعه الطالب عاوز يضرب نفسه بجسم طيب هايبر الدوستيرونيزم زياده الالدوستيرون هتؤدي لايه بقى؟ ثلاث ايونات صوديوم ومين ايه؟ ومين تاني؟ هو كان بياخد صوديوم ويرمي اثنين. بس خلاص ده الاساس في البتاع يبقى يزود الصوديوم ويقلل الصوديوم والبوتاسيوم والاكشن. الكون سندروم بقى في ثلاث انواع من الهايبر الدوستيرونيزم. هو ده البرايمري يعني لما يطلع ورم في الزونا جلوميرولوزا يطلع الدوستيرون يبقى ده برايمري. السكندري لا ان حاجه زودت الرينين فالرينين عمل انجيوتنسينوجين 1 ف2 فزود الالدوسترون يبقى العيب لما يبقى العيب في الغده المعنيه تعلموها يبقى برايمري حاجه من بره عملت لها ستيميليشن تبقى ساكن ايه الفرق بينهم؟ في فرق كبير قوي ان في البرايمري مفيش اديما
انما في السكندري زياده الريلين دي اساسا بتحصل في حالات قديمه، فاللي على العيان عنده ماركت قديمه، ده الفرق الاساسي. انما هنا مينيمال قديمه، لان مين اللي بيمنع القديمه؟ اللي بيطلع الهرمون المعاكس الالستروم اللي هو الاترال ناتيوريتيك بيبتايد بتاع القلب اللي هو اللي هو من الميه. الالستروم يحب يحافظ على الميه والملح، القلب مش عاوز ميه وملح عشان ده هيزود له الفوليوم هيشتغل كتير، فيطلع من الاترال بيبتايد يرمي الملح. ممكن في حالة ثانية يطلع مع برضه اترال ناتيوريتيك بيبتايد؟ لا، لانه مهورين ده غالبا بيزيد في حالة معناها ان السبلاي بتاع الكيدني قليل بالبعض، يبقى في مشكلة في القلب. صح. وامتى بيطلع منه؟ في لينا اسكيميا. لينا اسكيميا تحصل امتى؟ لو القلب مش بيبعتش دم كفايه، فبالتالي مش هيبقى في اثر طيب من القلب برامج عشان هو بايظ. تمام. في بقى ثالث نوع اللي هو جلوكو كورتيكويدز ريميديابل هايبر الدوسترون. لما تشوفوا ان اخر حاجه بتطلع الالدوسترون هو الاس اتش ده فقط. في عيانين جينيتيكالي عندهم الاس اتش ده بيطلع كتير، فيبقى الحل ايه عشان تقلل الالدوسترون؟ تقلل الاس اتش، فتدي ايه؟ جلوكو كورتيكويدز. فعشان كده سموها جلوكو كورتيكويدز ريميديابل. وطبعا معالجتها لا، هي الموضوع اعمق جدا. هو المفروض لو دكتور فاهم الجلوكو كورتيكويدز دي لها مينرالو كورتيكويدز كاكشن، فالمفروض الدكتور اللي فاهم يقول ازاي مينرالو كورتيكويدز الدوسترون زايد وانتم بتعالجوها بجلوكو كورتيكويدز عندها مينرالو كورتيكويدز كاكشن، يعني هو زايد وبتدوا حاجه زي المينرالو. لا، احنا بنديها لغرض اخر، احنا بنديها مش عشان هي زي ما عشان تنقص الايه؟ سي تي اتش بنعمل فيدباك فينقص المينرال. يعني الفائده تجب الضرر. المينرال زي المفروض ما نديش جلوكو كورتيكويدز لان عندها مينرال لايك اكشن، بس احنا بنديها هي بتعمل حاجتين، عندها ويك اكشن زي المينرال بس هتقلل ايه؟ سي تي اتش اللي هو السبب الاساسي في زياده الالدوسترون في الحاله دي. فيبقى الدفع اكتر من الضرر، لان كان في ديبيت في مناقشه في العالم ازاي هتعالجوها بكده؟ إذا انتوا حاجة زي الحاجة اللي زي ده تعالوا تنقصوها، لأنها هي هتشتغل زيها حاجة بسيطة، بس هتنقص الاس اتش هتعمل نقص ضخم في اللي عنده حاجة جينيتيكالي. المفروض الالدوسترون لا يتأثر بالاس اتش مع بعض إلا في الاستريس، هو بقى اللي يتأثر بيه جدا. أدينا المظلة يا شباب. ملغية. ملغية. ألغوها؟ طيب، ربنا يوفقك. خدتوا الانسولين؟ لا. كله تم تم تم. طيب انا كده خلصت. طب انت هي معاكوا دي يا بقى كام ورقه بقى كده فيها؟ سبعه يعني شحنه كده ومعلومات. طيب في بقى الكيسز كده تبقوا تقروها قرايه. طيب البيتيوتري ادينوما دي مثلا حالة عليها ورا الصفحة دول قراية بقى مش حفظ يا جماعة، كنت السنين فات بنحفظها لكم. جريد ديزيز اوتو اميون هيجي لكم عليها اسئلة من اللي جاب انا بقى بدل ما تقعد تقرا السؤال وجابت حتة تاني فانا هحطهم لك يعني على طول معلومات. ونمرة اثنين الحقيقة يعني تو بي اونست ان انا كاتب اكسبلانيشن عشان حاجات زيادة تفهمها، يعني ليه كنت انا بدل الكتاب تاني وادي الماتشنج بقى فاهم، ده اللي هي اربع اسئله احفظهم ورا بعض انا بقى مش هتدور يعني الجمل قصاد بعض فمسهلها لك كده. ودي الرسمه اذا جاب لك رسمه قال لك حط عليها البتاع، يعني كنت عامل مجهود حلو في النوتس اتمنى تستفادوا بيه. يبقى انا اذا عاوزين اذا مش عاوزين طبعا تبقوا رايحين اشكركم. نعمل مره ثانيه سي ان اس سبيشال سنسر مره واحده، انا التقي لكم مره اخرى بس.